مساء الخير جميعا في المنصة التي خصصها الأستاذ محمد الآن السيلي في إمباكت يمن. وأنا يعني منذ مدة عقدت بعض الحلقات تحت اسم حوار مع أروى، وقد عقدنا هذه أعتقد أنها الحلقة الرابعة. سعيدة جدا بالحاضرين جميعا، وموضوع اليوم هو موضوع مهم للغاية عن الهوية اليمنية الثابت والمتحول. في البداية أود أن أشكر الحاضرين جميعا، أشكر الذين سيشاركوا ومنهم وعلى رأسهم الدكتور عادل الشجاع، وننتظر أيضا الأستاذ. طبعا الأستاذ دكتور عادل هو أكاديمي في جامعة صنعاء وعضو المؤتمر الشعبي العام وأحد أهم رموز الحركة الوطنية. ننتظر أيضا الأستاذ عادل الأحمدي، وهو أيضا واحد من أهم الرموز اليمنية، وهو مدير مركز نشوان الحميري للدراسات. وطبعا يقوم المركز الآن بعمل وطني كبير، وهو بإحياء الروح اليمنية وبدعم إحياء التراث اليمني بمختلف الاتجاهات. وننتظر الأستاذ عادل ينضم إلينا فيما بعد. وطبعا قبل أن نفتتح اليوم الحوار، أرجو أن نقف دقيقة حداد لوفاة أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور سيد مصطفى سالم، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم، وفجعنا بوفاته حقيقة. وللأسف الشديد يعني توفي إثر مرضه أو إصابته بمرض كورونا الخبيث. أيضا نقف دقيقة حداد أيضا لوفاة المناضل السبتمبري علي بن عبد الله السلال، وطبعا فجعنا أيضا بوفاته، ولهما الرحمة ولروحيهما الخلود والسلام. أيضا فجعنا أيضا بقيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بضرب مطار عدن وقتل أكثر من 22 مواطن يمني بدون ذنب، وأيضا تطاولوا على صالة الأعراس في تهامة وارتكبوا جريمة شنيعة بمقتل حوالي 12 مشاركة في الحفل، وهذه جريمة يعني شنعاء أيضا راح ضحيتها أبرياء. أيضا لا ننسى ضحية الأسبوع الماضي، وهي ختام العشاري التي قتلت بماء بارد أمام أطفالها. لذلك يعني أرجو أن نقف دقيقة حداد لهذه المصائب التي تتوالى علينا كالمطر. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للجميع. الآن نبدأ حوارنا مع الدكتور عادل الأحمدي عادل الشجاع. ومن حسن حظنا اليوم بين عادلين، عادل الشجاع وعادل الأحمدي، وكلاهما يعني قامات وهامات وطنية يقوم بدور كبير. وطبعا افتقدنا اليوم الدكتور محمد، ولكنه مشرف علينا كالقمر أيضا هنا. يعني سعيدة جدا بوجودك يا دكتور محمد، يعني وسعيدة ونتداخل طبعا لا تفلتناش، لأنك يعني عضو مهم جدا في المنتدى، وبك يعني نستفيد كثير. على العموم دكتور عادل، الآن ونحن في هذه المرحلة التاريخية الحرجة، حروب من كل الجهات، حرب سياسية، حرب عسكرية، حرب صحية، يعني والمجتمع اليمني يعيش فترة سوداء حالكة. وكما نعلم أن هذه ليست المرة الأولى، نحن في حياتنا فترات سوداء كثيرة عبر التاريخ منذ الزمن السحيق. و يعني في القرن 18 كان عندنا فترة اسمها فترة الفساد، أو فترة يعني هذه الفترة اللي فترة 100 عام اللي ذكرها الدكتور حسين العمري في كتابه
100 عام من تاريخ اليمن، والتي وصف فيها تلك الفترة بأنها فترة ضعف وانهيار. نحن الآن نعيش هذه الفترة ولكن بشكل أشد سوء. ما رأيكم يا دكتورنا الفاضل؟ كيف تروا الوضع اليمني؟ ما هو تقييمكم للوضع اليمني الآن؟ واضح جدا للجميع انه اليمن وصلت الى مرحله من الانزلاق نحو الهاويه، وتقريبا العالم اجمع على ان ما يجري في اليمن شيء منسي. لذلك كل التقارير اسمت الحرب في اليمن بالحرب المنسيه، نتيجه لانه الملف اليمني للاسف الشديد كان من أسهل الملفات بالنسبة للمتصارعين الإقليميين والدوليين، لأنه لم تكن هناك قوى وطنية تمتلك مشروعا وطنيا تقاوم التدخل الإقليمي أو الدولي بما يحفظ توازن العلاقات المحلية بالعلاقات الوافدة. ومن هنا أصبح اليوم القرار اليمني قرار مصادر على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، واليمن لا تخرج عن الصراع الدائر اليوم في المنطقة وإعادة تشكيلها، وهو صراع ذو بعدين، بعد اقتصادي بدرجة أولى وبعد سياسي يقوم على إعادة التركيب الديموغرافي للمنطقة العربية. ما يتعلق بالبعد الاقتصادي وهو صراع يدور حول طريق الحرير، ونحن نعلم طريق الحرير كان مشروعا اقتصاديا كبيرا يراد إعادته في الوقت الراهن في الصراع بين الدول، واليمن تكاد تكون هي القلب في طريق الحرير. والصراع اليوم هو على اليمن دون أن يعرف اليمنيون بأن بلدهم تمتلك من الإمكانات والثروات ما يجعلها تكون حاضرة في المشهد بقوة. فطن لذلك الإماراتيون وذهبوا إلى باب المندب وسيطروا على جزيرة سقطرى بحكم أن الجزر اليمنية ومن ضمنها سقطرى سيكون لها شأن كبير في طريق التجارة، بالإضافة إلى باب المندب، وستخرج دبي ورأس علي أيضا عن المشهد الاقتصادي في الفترة القادمة، فبالتالي يحاولوا أن يجدوا لهم موطئ قدم في اليمن من خلال إحداث هذه الفوضى المستمرة التي تمكنهم من البقاء لفترتين أطول. على المستوى السياسي هناك صراع لإعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط فيما سمي من فترة بعيدة بالشرق الأوسط الجديد، والذي تحاول إسرائيل الهيمنة عليه، واليمن أيضا هي جزء من هذا الصراع بحكم أن اليمن كانت منصة للمشروع القومي العربي ولم تتأثر أو تتلوث بالفكر الانهزامي الذي يمارس في هذه المرحلة. لذلك اليمن اليوم تدفع في ثمنا في الجانب السياسي وثمنا أيضا في الجانب الاقتصادي، مما أدى إلى أن أصبحت اليمن هي مطمع لكل هذه الأطراف الإقليمية والدولية. شكرا كثيرا. أنا يعني أعتقد أنك يعني دكتور تكلمت عن الجانب الخارجي، الأيادي الخارجية، ولكن إحنا مشكلتنا أيضا في الأيادي الداخلية. إحنا مشكلتنا في الداخل، يعني المشكلة الخارجية تأتي تالية، لأنه وكما قال مالك بن نبي عند العرب قابلية للاستعمار، عندنا اليمنيين قابلية للاستخدام. يعني كل من يعني للأسف إذا وجدت أي قوة من القوى الإقليمية هي ممكن تستخدم اليمن. لماذا؟ السؤال بالتأكيد. لماذا؟ السؤال لماذا اليمني بكل رحابة صدر يذهب إلى هذا الطرف أو ذاك ويصبح يد ويصبح يعني ذيل ويصبح يد هدامة حتى على وطنه؟ نعم، أنا قلت في بداية حديثي بأنه لا يوجد مشروع وطني، وبالتالي كل هذه الأطراف هي تتصارع على مصالحها، وبالتالي لم يعد لنا قرارا وطنيا. ومن هنا كان الملف اليمني من أسهل الملفات
التي يتعامل معها المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي. هناك ملفات لا شك في المنطقة العربية كثيرة، ولكن هذه الملفات كان فيها من الصعوبة الشيء الكبير، لأن هذه الدول كانت تمتلك إلى حد ما، إلى حد كبير، قرارها الوطني، فاستعصت على التدخلات الإقليمية والخارجية. لكن على العكس من ذلك، اليمن كل القوى والنخب السياسية التي كانت موجودة على السطح أو التي كانت تقود اليمن لم يكن لديها مشروعا وطنيا، وبالتالي غياب المشروع الوطني جعل القرار الوطني، القرار اليمني، مغيب، مما سمح للقرار الإقليمي والقرار الدولي أن يكون هو المتحكم اليوم بمجريات الأمور داخل البلد. وإذا أردنا أن نضع سؤال، فالسؤال سيكون: متى ستتشكل هذه القوى الوطنية التي تحمل مشروعا وطنيا مستقلا يوازن بين مصلحة اليمن ومصلحة هذه الدول، على اعتبار أن الصراعات السياسية والصراعات الاقتصادية هي صراعات ذات مصالح، وحينما تتوازن هذه المصالح فبالتالي يكون لكل بلد القدرة على التعاطي مع البلد الآخر بشكل متوازن وفي إطار ما يسمى بالمشروعية الدولية. اليوم هناك دول إقليمية تحقق مصالحها في اليمن، ولكن بطريقة لصوصية لا يمكن أن تستمر للمستقبل، لأنها ليست مصالح منطلقة من الدولة اليمنية بقدر ما هي مصالح منتزعة بعامل القوة ومنتزعة في إطار الفوضى الموجودة. إذن هل نلوم الطرف الذي وجد الطريق مفتوح لأنه يحقق مصالحه، أو نلوم الطرف الذي ترك الباب مفتوحا على مصراعيه الذي لم يوجد مشروعا وطنيا؟ أنا أحاول أن ألتقي بك في نقطة، أنه من السبب؟ يعني لأنه الآن نحن نرمي على الجانب الآخر، نرمي على الخارج، نحن نقول هم معهم مصالح، هم طبيعي في العلاقات الدولية هناك مصالح، لا يوجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، ولكن توجد مصالح دائمة. إذا أين مصلحتنا ولماذا أضعناها؟ وسؤالك، أنت سألت سؤال وأنا أود أن تجيب عليه: متى ستتشكل قوة وطنية يمنية لها مشروع وطني؟ لأنه الآن كما ترى الوضع خاوي، لا يوجد أي شخصية كاريزمية، لا من الرجال، لا من النساء، لا من الشباب. يعني أنا حضرت عدد كبير من الندوات ومن المؤتمرات والكل يدعو والكل ينادي، ولكن إلى الآن لم تتشكل أي يعني نواة لأي حراك وطني له مشروع قابل للحياة ومشروع قابل للتطور. هل تعتقد يا دكتور أننا أصبحنا عاجزين عن تشكيل مثل هذه النواة الوطنية؟ وربما عملية التفتت هي التي جعلت هذا المشهد أمامنا، لكن بالتأكيد هناك حراك متعدد، وهناك كثير من اليمنيين المتضررين من هذا الوضع، وهم يشكون كما نشكو في الوقت الراهن. ومن هذه التجمعات المتعددة والمتجزئة لابد أن تتشكل كتلة واحدة في المستقبل القريب، فقط على المثقفين وعلى النخب الثقافية المتضررة من هذا الوضع، والتي لم تذهب مع تلك النخب التي سلمت مقاليد البلد للخارج. لا شك أنها سوف تشكل في المستقبل القريب المشروع الوطني الناجز، خاصة وأن القوى الوطنية لم تبدأ من الصفر. ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر كانت قد وضعت اللبنات الأساسية والرئيسية لمواجهة مشروع الإمامة المتذرع بالحق الإلهي، وكذلك للمشروع الاستعماري داخل البلد. ونحن اليوم نعاني من ثنائية الإمامة في الشمال والاحتلال في الجنوب، وهذا لا شك يحتم على جميع النخب السياسية والثقافية أن تتشكل في إطار واحد. علينا فقط أن نتكامل وأن نجعل هذه القطرات المتفردة أن تتجمع لتشكل السيل العظيم المتمثل بمشروع وطني واحد لكل اليمنيين. أنا ما أزال يا دكتور لم أستبين
الآن أنت تقول أنه لن نبدأ من الصفر، الواقع أنه قد يعني قد فشلنا، ويجب أولا أن نعترف، يجب علينا أن نعترف جميعا لأن ثورة 26 سبتمبر تكاد تكون منتهية وبموت آخر رجالها وهو الأستاذ أو علي بن عبد الله السلال، يكاد الحوثيين أن يطمروها في غيابة الجب. وفعلا نحن أمام خطر حقيقي، يعني أنت تتكلم الآن بأمل عريض، ولكن على الواقع في أرض الواقع لا يوجد حراك، الحراك الوحيد هو الحراك القومي الذي يقود مجموعة من الأجيال ومن العباهرة، وهم في ذاتهم ما يزال لديهم مشاكل كثيرة. يعني أنا موجودة على الكثير من الصفحات، على الكثير من المجموعات، وألاحظ حجم الصراع بين هذه المجموعة التي يفترض بها أنها فعلا تقدم مشروع حقيقي يحيي أولا الروح الوطنية، الروح اليمنية، لأنه كما تلاحظ الهوية اليمنية أصبحت فعلا تواجه تهديد حقيقي. الآن الحوثي يقدم لنا شيء اسمه الهوية الإيمانية، ويجلدنا بها. الهوية الإيمانية معناها جبايات، الهوية الإيمانية معناها إنه كل يوم معهم عيد جدهم أو أجدودهم، يعني إلى ما لا نهاية، كل يوم معهم حفل ديني، كل يعني إحنا الآن أصبحنا غرقانين. والمشكلة إنه الحوثي الآن يغير التعليم. دكتور ماذا ترى؟ ماذا ما هي كيف يمكن إحياء الهوية اليمنية الحضارية التي تجمع اليمنيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب؟ هل لدينا مشروع لإحياء الهوية اليمنية، لبعث الروح الحضارية، لإنماء تلك البذرة التي بداخل كل يمني، التي يعتز بحضارته، يعتز بلغته، يعتز بالمسند، يعتز بالسدود؟ كيف ممكن أن ننمي هذه البذرة؟ ما تحدثت عنه أو هذا الصراع الموجود الآن كما تفضلت هو بحد ذاته يعني علامة حيوية بأن الهوية لا تموت، تعتل، تمرض، لكنها لا تموت. ونحن نعلم بأن الهوية في الأساس وعلاقتها بالثقافة والثقافات المتعددة التي تتصارع اليوم هي كعلاقة الذات بالمنتج أو علاقة الذات بما تنتجه. فالهوية الوطنية بمحمولها الجمهورية كحامل سياسي لثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، ربما حينما ننظر في سطحية الأمور وبعامل القوة الذي فرض نفسه اليوم سواء من خلال الحوثيين في الشمال أو الانتقالي في الجنوب، ربما يتبين لنا بأن الأمور وصلت إلى طريق مسدود وأنه لا يمكن بعث الحياة من جديد. لكن النظر في عمق الأزمة وعمق المشكلة سنجد أن هاتين الجماعتين ولدتا ميتتان في الأساس. فقط هو غياب الآن توحيد، غياب توحيد الجهد. اليوم جماعة الحوثي لا تقبل بها لا سماء ولا أرض، وما يبقيها هو عامل القوة فقط، عامل السلاح الذي توجهه إلى صدور الناس. وتفرق الناس وتفرق المشروع الوطني أمد في حياتها كل هذه الفترة. وما يجري في الجنوب أيضا استخدام القوة واستخدام السلاح من قبل الانتقالي أيضا يجبر الناس ويقصرهم على أن يكون الصوت المسموع للآخرين هو صوت من يملك السلاح، لكن في قرارة الناس هم غير قابلين بهذه المشاريع التي لا تحمل إلا الجباية كما تفضلت، ولا تقوم أو تستمر في حياتها إلا بما تأخذه من الناس بعوامل القوة، وهذا ما يعطيها عوامل الاستمرار. التدخل الإقليمي أعاق توحد اليمنيين وجعل أصحاب المشاريع الصغيرة التي ذهبت مع الدول الإقليمية هي التي تحكمت بالقرار حتى هذه اللحظة، هي التي اختطفت القرار. لكن
طالما أنت اليوم تتحدثين من خلال هذه المنصة بهذه الروح القومية اليمنية، وأمثالك الكثيرون أيضا يتحدثون بهذه اللهجة وبهذا الوقع، بالتأكيد هذا الأنين سيتحول في لحظة ما إلى زمجرة غاضبة، وستحيي المشروع الوطني من جديد. المشروع الوطني موجود، فقط بحاجة إلى من يخطو الخطوة الأولى، إلى من يبدأ بالخطوة الأولى في مشوار الألف ميل، وهي كما تفضلت أن الناس يوحدون جهودهم في إطار واحد، وما تفضلت به من هذا الحراك داخل قومية الأقيال دلالة واضحة على أن القومية اليمنية لم تمت، وبأنها ستواجه وبأنها مستمرة. لم تتمكن اليوم لكنها ستتمكن غدا. ودائما حينما يكون لدينا مشروع ونحن مؤمنين بهزيمة هذا المشروع فإننا لن ننجح أبدا. علينا حينما يكون لدينا مشروع نرفعه أن نؤمن بأحقية هذا المشروع وبأنه سينتصر لكي ننتصر به، وهذا ما نريده. حقيقة أنا يعني أؤيد هذه النظرة تماما، ولكن أعترض أنه حركتي الحوثي ووالدتا ميتتين، وما تزال الآن في أوج قوتهما، السلاح، المال، الدعم الدولي موجود. أنا سأتوقف الآن قليلا وأتيح الفرصة لأصدقائي الموجودين في والمشاركين معنا للتداخل والإدلاء بآرائهم. سأبدأ بأخي وزميلي الدكتور أحمد المصري. الدكتور أحمد المصري أكاديمي وباحث، أستاذ خريج جامعة إيرفورد وأستاذ في جامعة دمار. أرحب بالدكتور أحمد. لو سمحت يا دكتور أحمد تفضل تفتح الميكروفون وتتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا دكتور. شكرا جزيلا شكرا دكتورة أروى والدكتور عادل الشجاع على هذا الحلقة. ونحن اليوم يعني للأسف الشديد يعني هي مناسبة حزينة اليوم، وفاة أستاذنا وشيخنا البروفيسور الدكتور سيد مصطفى السالم الذي وافته المنية اليوم، وكان يعني يوم محسن حقيقة. الموضوع اللي طرحته يعني تلامس الواقع، يعني موضوع ما نعيشه يعني في الوقت الراهن. أنا استمعت للزميل الدكتور عادل الشجاع ولمداخلاته والأسئلة التي طرحت. ربما أقف في آخر نقطة وهي مسألة موت الحركتين الحوثية أو الانفصالية في الجنوب. أعتقد أنه التاريخ هذا عميق يعني، والتاريخ طويل، والحركة الحوثية هي امتداد يعني امتداد لحركات سابقة ومراحل تاريخية سابقة. ألو تسمعيني دكتورة؟ أيوة. أهلين، كيفك؟ الحمد لله. ألو، هذا في تليفون من خلص ذكريني ذكريني حبيبتي. يبدو أن في أحد الأخوة فاتح المايك. إيه أخرى أنت يمكن قصدك على أمل الدبعي اللي لحظة. خلاص دكتورة خلاص. نعم خلاص أغلق. الموضوع النقطة الأخرى دكتور، يعني أشرت أنت دكتورة والدكتور أيضا أشرتوا في موضوع بعث الهوية من جديد في مواجهة القومية الناشئة في اليمن ذات البعد المذهبي للأسف والسلالي. صراحة أنا الموضوع هذا لي ملاحظة وسبقا طرحتها مع الدكتورة أروى وناقشتها، هي اختيار الهوية. يعني مثلا نحن نبحث عن شخصية تاريخية قديمة تمثل اليمنيين، ثم نعمل على إحياء كرمز أو يعني إحياء الهوية اليمنية كرمز. أنا صراحة الموضوع إحياء الهويات في مواجهة هوية أخرى أرى أنه نوع من التشظي يعني للمجتمع، وأرى أنه نوع من فعلا إغراق المجتمع بالمشاريع الصغيرة أكثر، والتكسيمة والتمزيق الممزق كما يقال، والعتاب هنا أيضا على الأخوة يعني في حركة الأجيال أو ملاحظة في حركة الأجيال أو العباهلة من حيث حتى اختيار الشخصية. أنا تناقشت الموضوع مع أحد الباحثين وهو دكتور إسماعيل القحطان متخصص، وكتب حول الموضوع هذا. موضوع أو ظاهرة العباهرة هي ليست جديدة، هذه الظاهرة أو نقول إحنا المشروع هذا ظهر في نهاية بعد ثورة 26 سبتمبر وأثناء الحرب الأهلية في اليمن من 62 إلى 67. تم إحياء هذا المشروع
لمشروع العباهلة حتى بالاسم القحطان ثم العباهلة. وكان هناك نوع من الدعم، يعني كان هناك للأسف الشديد من راق لهم هذا المشروع وشجعوا، وأعتقد أنه حتى بطريقة غير مباشرة يشجعوا على هذا المشروع، واختيار رمز أو شخصية مثل شخصية عبهلة ليكون رمزا للهوية القحطانية إن صح التعبير. واختيار الرمز هذا بحد ذاته يحتاج إلى يعني أول شيء الدفاع عن الشخصية هذه ومواجهة الآخرين لإقناعهم بأن هذا الشخص كان كذا وكذا، وكان الرجل يعني صاحب مثلا نقول ثورة اقتصادية أو ثورة ضد سيطرة قريش، هذا يدخلنا في إشكالية، لأن المفهوم العام عن شخصية عبهلة والسائد وما هو موجود أنه شخصية يعني خرجت عن الدين الإسلامي ومرتد وكذا. فالذي يعني بيمشي في هذا المشروع سيظهرهم بأنهم ارتدوا عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن الدين، يصفهم أيضا بالناس المتخذين من الرموز الـ 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 الرموز الجاهلية إن صح التعبير، أو رموز اليمنية اللي عادة الإسلام وعادة الرسول ودعت النبوة يتخذوا رمزا لهم لحركتهم. هذا في جانب سلبي، لأن إحنا نخاطب الشعب، إحنا نخاطب الجماهير، فإذا خاطبتم الجماهير وخاطبتم بهذا الشخصية فهذا لها تأثير سلبي جدا، لأنه في الأخير سيكفرون، سيتم اتهامهم بأنهم أصحاب الجاهلية أو من أصحاب دعوة الخروج والدعاء النبوة وإلى كل هذا. هناك شخصيات يعني إذا كان ولا بد، إذا كان ولا بد من أن تحمل المشروع، مشروع الهوية مثلا اللي المواجهة الهوية الأخرى، إذا كان ولا بد أنا أقول هناك شخصيات يعني تستحق فعلا، تستحق أن يكون رموز يعني لهذا المشروع. نشوان بن سعيد الحميري، محمد الشوكاني، أبو الحسن الحمداني، شخصيات آل الأكوع، القاضي إسماعيل وأخو، هذه شخصيات فعلا كانت مواجهة للإمامة، مواجهة للمشروع الإمامي، هذه كلها شخصيات تاريخية وطنية تستحق فعلا أن تكون يعني رموز، أو حتى أن تسمى الحركة بأسمائها. يعني هذه ملاحظتي. الموضوع أنا شخصيا ك يعني متخصص وباحث يعني ورجل يعني أكاديمي، لي ملاحظاتي أنا صراحة لا أؤيد يعني وجود خلق طائف يعني هوية صار هوية أخرى أو تجزئة المجتمع أكثر وأكثر، هذه رؤيتي، هذا منظوري، هذا طرحي، هذه رؤيتي للموضوع. الدكتور عاد، أنا آسف جدا على الإطالة، الدكتور نبي تفضل يا دكتور. أيوة تفضل بنسمع بكل اهتمام. نعم، لأن في كان في صورة أحد الزملاء ظهرت، فحس ربما قلت في حق الأستاذ عادل شرفنا. أهلا وسهلا بك. الله شرفنا. أنا جالس أسمعكم متعشي. أنوار مش مشكلة. الله الموضوع فعلا يعني أنا أتفق مع الدكتور عادل الشجاع، نحن فعلا يعني تغيب عنا القيادة الوطنية الواعية، القيادة اللي تحس يعني بمسؤوليتها باستحقاقات الشعب وما يجري لها الآن، وتكون يعني فعلا خير ممثل لهذا الشعب، ويوازن فعلا بين المصالح الوطنية، ما نقول حتى موازنة بين مصالح الدول الأخرى، نعم لها مصالح ولكن تقريب المصلحة الوطنية. نحن نفقد لهذه الفئة، نحن نفقد لهذا القيادة الحقيقية في الوقت، والقيادة اللي موجودة على أرض الساحات لا توجد، أنا أقوله بكل أمان، لا توجد قيادة وطنية الآن موجودة في الساحة فعلا تستطيع أن يعول عليها في إخراج اليمن من ما هو عليه. الآن 6 سنوات ونحن في حرب طاحنة، متى ستظهر؟ ما أدري يعني لماذا تغيب كثير من الشخصيات الوطنية، يعني ما يوجد حتى حراك، لم نسمع بأي شيء، كل مغيب يعني أو غائب أو يتغيب عن 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 المشهد للأسف. أعتذر على الإطالة دكتورة أروى، وشكرا للدكتور عادل شجاع ولك أيضا ولكل الحاضرين، لسعة صدركم واستماع إلى مداخلتي الطويلة تكاد تكون أشباب بمحاضرة يعني. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا دكتور. أول شيء أود أن أقول شكرا لوجودك، أنت زي الضابط، يعني أنت يعني تضبط متى ما جنحنا أحيانا، وأنت دائما هكذا العاقل حقنا حقيقة في كل مكان يا دكتور أحمد، وأنا ممتنة لوجودك ومشاركتك، وطبعا لم تطيل ولكنك أمتعتنا بفكرتك وبغزير معرفتك باليمن وبتاريخ اليمن وبهوية اليمن، ويعني أنا معك في كثير من الكلام، أنا معك في كثير
وطبعا أتحفظ على بعض النقاط مثل الشخصيات الرمزية، ولكن ممكن أنه إذا تشكلت من المثقفين اليمنيين، طبعا الحركة هي حركة شعبوية بيقودها الشعب، بيقودها الناس المتضررين، بيقودها الناس الذي أفقروا، الذين بيضطروا يدفعوا جبايات مضاعفة وإتاوات وخمسات وعشورات، وبيقول لك عبهل قال أيها المتوردون علينا أمسكوا ما أخذتم علينا. هذه هي الكلمة التي يعني أوقفت اليمنيين عند هذه الشخصية، ويعني يترك هذا الأمر أيضا للشعب، لأن الشعب له يعني رؤيته والمجتمع له رؤيته، وطبعا رأيك بكل تقدير وكل احترام رأي مهم جدا ورأي غالي نستفيد منه، وأيضا إحنا نريد هوية جامعة. أنا أنتقل الآن لضيفي الآخر وهو الأستاذ عادل الأحمدي، سعدنا كثيرا بوجودك وبإطلالتك البهية وببسمتك الوطنية. وطبعا الأستاذ عادل رئيس المركز نشوان الحميري، وقبل ربما أنت سمعت الدكتور أحمد المصري يا أستاذ عادل وهو يقول لماذا لم يختاروا شخصية مثل نشوان ابن سعيد الحميري ليكون رمزية للحراك الوطني. طبعا هذا سيكون اختيارا موفقا بكل تأكيد، لما لنشوان الحميري من ثقل تاريخي وثقل معرفي ويعني ثقل عمق في الحضارة اليمنية، لأنه كتب كتب كثيرة وكان موسوعي في أيام ما كانت العلوم محصورة في بني هاشم، وهو يعني برز بينهم يعني كما الطود. أرحب بك يا أستاذنا الجميل، والآن أترك الكلمة لك لتحدثنا عن الأوضاع، عن الهوية اليمنية، عن حركة الأقيال، ولك الميكروفون، وأهلا وسهلا. تحياتي لكم، تحياتي للدكتور عادل، للدكتور محمد، ولك وتحياتي للدكتور أحمد ولكل المستمعين الآن والمشاركين والمداخلين، تحياتي لكم من داخل عدن. النت طبعا كان بصعوبة استطعنا الإمساك بالخط، فلهذا فاتت علي مشاركتكم السابقة فأعتذر كثيرا. أولا أحب أن أقول لكم يعني المسألة، طبعا أنا أعذر أي شخص ليس يعني متخوف أو مش فاهم جيدا ما يعني بالذات الجانب الرمزي في مسألة القومية، دعوني فقط أبدأ من تعقيبي على الدكتور أحمد لا أكثر ولا أقل. وأنا مهم جدا يعني أنا حاليا منذ العام 2016 ونحن أو عفوا 2006 يعني 14 سنة ونحن في مركز نشوان الحميري، اتخذنا مثلا من نشوان رمزا للهوية اليمنية، ولكننا في المقابل أيضا ننظر إلى عبهلة أيضا كرمز مثلا، وننظر إلى الهمداني كرمز، وننظر إلى أسعد الكامل كرمز، وننظر إلى كل يمني رمز. عندما نقوم بعد ذلك بتحطيم المعايير التي وضعت لنا لكي نتقوقع داخلها وننتمي للأرض اليمنية، فإننا هناك سوف يكون الشعور آخر. فيما يتعلق أنه مرتد، هو لم يسلم حتى يرتد مثلا. يعني أولا أنا قلت لك أولا علينا أن نحط جميع معايير الحكم على شخص يريد أن يحكم داخل بلده، وهذا مثلا كان عبهلة رفيقا لأحرار كبار أمثال فروة بن مسيك وقيس بن مكشوح المرادي وعمر بن معدي كرب الزبيدي، وهؤلاء لاحقوا الفرس إلى داخل القادسية وأسقطوا دولة الفرس وأسقطوا دولة بني ساسان، ومنهم أيضا علي بن عمير الشدادي وآخرين. لم تكن الدين لم يكن حينها مثلا كان لا يزال دعوة سياسية في مكة، لم يصل حتى رغم وجود معاذ بن جبل إلى اليمن حتى نحكم على أن هذا مرتاد، وحاول التاريخ أن يقول أن عبهلة ابن غوث أو ابن قيس أنه كاهن وأنه 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 لقد تم تشويه كل رموزنا التاريخيين. لم تكن مرحلة يعني باعتبار أنه ظهر مثلا في وقت الهجرة يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، لم تكن مرحلة يتم الحكم عليها في بمسألة ال يعني الموقف من الإسلام في تلك المرحلة، بدليل أن الذي كانوا رفاقه أيضا هم ارتدوا على الدين، ارتد عمرو بن معدي كرب وارتد قيس بن مكشوح وعادوا بعد ذلك أيام عمر بن الخطاب، طبعا كان ردة سياسية وليس دينية.
لأنهم رفضوا أن يتم إقرار الفرس على أنهم يحكمون كيمنيين، وهذا ما نرفضه اليوم، ومن هنا يأتي استلهام عبهلة وغير عبهلة. فلهذا وعندما حاربوا بعد ذلك عادوا إلى الديمومات. يعني نحن نسقط مثل هذا الأمر، لماذا؟ لولا يعني عندما نتحدث عن الهوية الوطنية الجامعة، فلولا الهوية الوطنية الجامعة ما كان مجتمع مثلا العراق السني مثلا، والعراق المسيحي، والعراق اليزيدي، والعراق الكردي، يعني كل هذه الأنواع، لما كان طارق عزيز وفيا مع العراق وهو مسيحي مثلا مثله، وكذلك بعض القادة الشيعة مثلا ولم يكن ولاهم لإيران، لولا الهوية الوطنية التي بعثرت الشعوب، نحن نفرق جيدا ما بين الهوية الوطنية التي تعطي لكل شعب كرامته وله خصائصه، لأنه لا يغار على هذا الشعب إلا من يحمل هويته الحقيقية، لا يخاف عليه إلا من يحمل هويته الحقيقية، سواء من أبنائه أولي الأمومة القحطانية أو ممن انصهر في هويته وكان من خارج أبنائه أو من خارج الأمومة القحطانية. من أمثال ذلك مثلا البروفيسور الراحل الذي ودعناه اليوم ببكائنا ودموعنا، البروفيسور القيل المصري سيد مصطفى سالم، هذا من عمق الهوية الذي نقول عنه. يعني نحن المسألة ليست بالضبط عرقية، الهوية انتماء، ومن انتمى للتربة وانتمى لهذا الأرض وخاف على هذا الشعب ولم يتعالى عليه فهو يمني، سواء كان جده، يعني سواء كان من القصاص ولا من داخل القصاص ولا من يفترض هؤلاء وكذلك من تعالى أستاذ عادل الصوت ومن اعتبر نفسه أفضل ومن خانه ومن أمر بتدمير وخارج عن الهوية، حتى وإن كان جده شمر يهرعش ولا الهميسع ولا كرب الوتر. نعم يا دكتورة في مداخلة ولا هل لك الصوت واضح؟ ألو؟ كان الصوت مقطع، واضح مقطع الآن أحسن. طيب أواصل، حاضر. طبعا اعتقد ان كان كلام مهم. أيوة. الله عموما انا اشتي اقول ان المساله ليست مبته، يعني القوميه اليمنيه اقيار وعباهله واوسانيون واذواء ومكاربه ونشوانيون، هي عباره عن حراك شعبي واسع. هؤلاء لم ياخذوا الا جانب العباهله وهي عباره عن راس حربه. نحن نريد ان نقول لا تحاكمونا يا اخي باي معيار، لا تقولوا لنا لا قالت حتى لا البخاري ولا مسلم، يعني هذه أرضنا وهذا شعبنا وهذه كرامتنا. إذا أدى الأمر إن أنتم تحاولوا انتحال الدين فنحن نرفض ذلك، وسنطلع بها ابن قيس كرمت مثلا. يجب أن يعرفوا هؤلاء أن هناك كرامة يمنية تريد أن تصعد. يعني المسألة ليست ضحكة، المسألة ليست لعبة، لن يخدعنا بالدين ثانية. نحن أهل الدين ونحن أنصاره ونحن والنبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام يمني، الإسلام يمني، لكن ما حد يجي بعد ذلك أنه يريد أن يعلمنا ما هو الإسلام. عموماً خليني أكمل لك، يعني أن يأتوا هؤلاء مرة رد علي علي العماد، هذا طبعاً علامة يعني قد عمره 90 سنة، قبل سنوات قال لي يا ولد عادل أنا كتبت موضوع طبعاً في صحيفة الناس قبل 12 عاماً، يعني أتحدث عن مواقف الهاشميين تجاه حركة الحوثي، فعمل عليه صفحة كاملة نشروها وقال لي يا ولد عادل نحن جئنا لكي نعلمكم كذا ونصلي بكم كذا. نحن أهل الفتح حتى إذا جينا في الجانب الديني والإسلامي، نحن من 2 من أئمة المذاهب الأربعة يمنيين وكلهم من داخل المعاصر بالحجرية، يعني على أي أساس أثروا علينا؟ والله المالكي. عموما انتظري، لا نريد، يعني إن تفاخروا علينا بالملك فنحن أهل الملك، إن تفاخروا علينا بأنهم أبناء أنبياء فنحن أبناء أنبياء، إن تفاخروا علينا بأنهم أهل الدين مثلا فنحن من نصرنا الدين وهم كفروا به. وغلق معانشي بعد ذلك ندخل في هذا الجانب ويبدو أنهم ينتظرون علينا أن نحن دخلناهم الإسلام عنوة، فنريد أن نحكم أرضنا. الهوية اليمنية، يعني كي أدخل في هذا في صلب هذا الحديث صراحة، يعني الهوية الوطنية لأي بلد هي محرك
نفسي داخلي لأجل إعمار وبناء هذا البلد، لأجل حفظ كرامة هذا الشعب، ليست نوعا من العنصرية أو التفاخر على شعوب أخرى، مستحيل. من يحترم هوية بلده ويعرف هوية شعبه سوف يحترم هوية كل شعب في الدنيا، سوف يحب كل شعوب العالم، لن يتكبر لا على نفسه ولا على أحد. الهوية اليمنية مكوناتها معروفة، تم تغييبها عنا في مناهجنا، في مساجدنا، في إعلامنا، في تلفزيوناتنا، في أحزابنا. لا أحد قال لنا من هو نشوان بن سعيد الحميل، ولا أحد قال لنا من هو الحسن الهمداني، ولم يقل لنا أحد من هو الفقيه ياسين، ولم يقل لنا أحد أبدا من هو أسعد الكامل. نحن تم عزلنا عن ذاكرتنا. والآن الدكتور أحمد للأسف يستخدم مصطلحات ويقول أن نحن نستخدم رموز جاهلية. لم يكن ثمة جاهلية في اليمن، كنا قمة المعرفة. قال وأوتينا العلم من قبلها، معناته أنه أوتيت العلم ولها عرف العرب، أنه في جاهلية. بالعكس، قمة الحضارة، قمة الرقي، قمة الدين. آمنا بالله على جميع الأديان، وكانت تعرفون للشمس، للسماء، للسماء عموما. الهوية اليمنية، نحن من تراث وفنون وثقافة وأزياء والتاريخ. الهوية اليمنية هي عبارة عن نحن نعود، من نحن؟ من نحن؟ وما هي نقاط ضعفنا؟ وما هي نقاط قوتنا؟ كيف بإمكاننا أن نتشكل؟ وكيف بإمكاننا أن نتمزق؟ وكيف بإمكاننا أن نستعد ذاتنا الحضارية؟ هذه ما نقصد به مثلا في جمع هويتنا اليمنية. بالتالي نحن نريد أن نعثر على ذواتنا حتى لا يلغينا الآخر. نحن العبادة البشرية لنا كأرواح، وهناك نوع من العبادة الثقافية، هناك نوع من الاشتفاق للهوية. نحن نقوم بمواجهتها، نعرف ما هو ديننا جيدا. وكان نشوان بن سعيد الحميري لديه تفسير للقرآن ولديه للغة، وهؤلاء الذين لا معرفة لهم لا باللغة، هؤلاء أدعياء النسب، أدعياء الملك، أدعياء الحضارة، أدعياء كل شيء، نصوص التاريخ. من قال لهم الآن يقتلون شعبا عزيزا كريما ويغالطونه ويريدون منا أن نسكت؟ لكن شعبا على رؤوسه تقع بنادق هؤلاء إن اعتصم بأجداده، جاء ليتكرم علي بجده، فأنا والله جدي خير من جدي، وأنا ابن نبي، وكلنا بني آدم، كلنا وآدم نبي، لا تفعل يسمع له بقوة. وهذا هو منطق الأقيان. الأقيان ليست حركة، لا يحده حزب ولا تحده منطقة، ويسمعونه ووجدوا فيها الشيء الرائع الذي يفترض أن يعتنقوه. وبالتالي فيهم طبعا السلفي، وفيهم الإصلاحي، وفيهم المؤتمري، وفيهم اللاديني، وفيهم كل شيء، لكنهم عبارة عن أبناء هذا الشعب. تغيرت نظرتنا تجاه كل شيء عندما انتمينا اليمن أرضا وإنسانا. وكما يقول عبد الله البلدوني رحمه الله بعد أن اعتصر ذهنه وبصيرته التي كانت ترى ما لا يرى، قال لا يعرف الله من لم يعشق الوطن. هذا شعارنا. كاذب، كاذب من يريد أن يمت بصلة إلى أي دين وهو لا يحب بلاده. الدين هو أن تحب بشر الذين تعيش معهم في نفس الإطار. الدين هو أن لا ترضى أن يموتوا، أن لا ترضى أن يجوعوا، أن لا ترضى أن يهانوا، أن لا ترضى أن يذلوا. هذا هو الدين أم لا؟ أما الدين الذي بعد ذلك يقتلون به، هذا ليس دين الله، هذا دينهم هم، دين الأصنام الذي كانوا يعبدونها وهي أحجار، والآن حولوها إلى أصنام أخرى عبارة عن رجال. نحن نرفض هذا، ونحن مادة الدين ومادة العروبة، والله إن نحن معدن الدين ومادة العروبة. فعلى هذا الأساس تكون هويتنا اليمنية التي تعتبر يعني نواة وحجر زاوية في الهوية العربية الجامعة، وكذلك في الهوية الإسلامية الناظمة. نحن جزء من أمة، عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرض وصية. تحياتي لكم أجمعين. شكرا يا أستاذ عادل، شكرا شكرا. يعني صراحة أتحفتنا بهذه الخطبة الهوياتية العظيمة، وأنا يعني أشد على يدك، ويعني
فعلا نحن نحتاج إلى إحياء الروح اليمنية الحضارية. يعني وقد فسر لنا لماذا يعني اتجهوا الناس إلى العباهلة ولماذا عبهلة، وطبعا احتراما كل الآراء، وأنا أجد بكل رأي له يعني جهة وجيهة، يعني أيضا في نوع من المجاهدة رأي الدكتور أحمد. طبعا أنا أود أن أضيف كلمة واحدة على الهوية من الموجودين، توجد دائما هويات، لحظة لو سمحتوا دقيقة واحدة، يوجد هويات وكما تكلم عنها أمين معلوف، الهويات القاتلة، وأنا أضيف هوية مهمة جدا هي الهوية الكامنة. يوجد هويات كامنة توجد في قلب كل الشعوب، متى ما تحول يعني متى ما واجهوا الشعوب مخاطر الانحلال هي تظهر الهويات الكامنة. وأنا أعتقد أن هويتنا اليمنية مغروسة في عمق التاريخ، هوية كامنة دائما يعني مهما حاولوا إلغائها هي تظهر مثل طائر العنقاء، تقول أنا هنا، نحن هنا، نحن اليمانيون، ونحن لنا حضارة ونحن لنا جذور. وطبعا بالنسبة أنا أعلق كلمة كمان على الدكتور الأستاذ عادل عندما قال نحن أهل حضارة، وأنا أوفي بأنه أهل دين، نحن أصحاب ذو رحمة وذو سماوة، نحن الذين لدينا إله السماء الأول، نحن أهل رحمة وذو سماوة. ويوجد معنا غير عظيم اسمه درهم الصلاحي، كتب قسم عبهلة، قصيدة قسم عبهلة من أجمل القصائد، رائعة من أروع ويعني ما كتب. وأنا أضيف أيضا على تعليقا على كلام الأستاذ عادل إنه نحن يعني الذين أجبرناهم على الدين، ولأنهم رفضوا وجدهم رفض، وطه حسين كتب هذا بالتفصيل، قال ويعني وقعت يعني حرب يعني معركة الحرة، الختان ينتقموا، قريش كانت تنتقم من اليمنيين بقتل معركة بدر. إذا لدينا صراع دائم وصراع كبير قبل التاريخ. أنا الآن أترك المجال لمتحدث آخر وهو الأستاذ حافظ الطيب، أتمنى أن يكون الأستاذ حافظ موجود وأطيح له المداخلة، وتعرف الأستاذ حافظ الطيب الآن واحد من أهم الرموز اليمنية، ناظر بقلبه وروحه ويعني تعرض لمخاطر شديدة من أجلنا جميعا. حافظ الطيب أستاذ حافظ. لو سمحتوا اعملوا يعني غلقوا الأصوات الجانبية. بداية نشكركم على هذه الحلقة الجميلة والرائعة بخصوص الهوية اليمنية. وعندما نلاحظ ونقرأ حول الهوية اليمنية، الهوية اليمنية تعرضت لتجريف تاريخي، وتعرض الإنسان اليمني لعملية تغييب لذاكرته التاريخي ورموزها الوطني عبر التاريخ، حتى أنه صار لا يعرف شيء عن رموزها التاريخية. وأحب أن أضيف إلى ما قاله الأستاذ عادل الأحمدي، وهو يعتبر أحد الرموز الثقافي والفكرية اليمنية، وأنه ليس يعني أن مشكلتنا مع هذه السلالة هي رفضت الاندماج الاجتماعي ورفضوا أن يكونوا يمنيين وصاروا متقوقعين في طبقيتهم السلالية. السيد مصطفى حسن، الدكتور سيد مصطفى حسن عمل لليمن بالرغم أنه من أصول مصرية، ولكنه كان قيلا يمنيا، وعمل لليمن ما لم يعمله الهواشم طيلة 1400 سنة، بل هم عملوا على طمس وتغييب الهوية اليمني، وهو أتى وعمل على تدوين التاريخ اليمني وإحياء اليمنية. هم رفضوا أن يكونوا يمنيين، وتأتي تقول أنت يمني، يقول لك لا أنا هاشمي، ولهذا هناك إشكالية في الانتماء بالنسبة للسلالة الهاشمية. وبالنسبة للهوية اليمنية هي هوية ناتجة، هذا التعريف أحب أن أطرحه للدكتور المصري، الهوية اليمنية هي هوية ناتجة عن التراكم الحضاري التاريخي للحضارات اليمنية المتعاقبة. فهناك نأتي إلى عبهلة، ونأتي إلى نشوان بن سعيد الحميري، ونأتي إلى أبو الحسن الهمداني، ثم إلى نشوان بن سعيد الحميري، ثم إلى علي بن الفضل، ثم إلى علي ناصر القردعي، ثم إلى محمد الزبيري، ثم إلى عبد الله السلال، ثم إلى
علي عبد المغني ثم إلى كل الرموز التي ثارت في وجه السلالة التي عبر التاريخ، فنأتي حتى إلى ثورة الفقيه سعيد والثارع الفقيه سعيد، كلهم هؤلاء الرموز تعرضوا للتشويه التاريخي، وحان الوقت لليمنيين بأن يعيدوا ويصححوا تاريخ كل رموزهم التاريخية نتيجة للتشويه الذي تعرضوا له من هذه السلالة الغازية المحتلة. فكل يمني ناضل وقاوم ضد هذه السلالة الغازية منذ 1100 سنة هو يعتبر رمز تاريخي بالنسبة للهوية اليمنية. وكما ذكرنا أنه حتى ثورة 26 سبتمبر التي حاولت أن تحيي الروح اليمنية هي كانت نتيجة لنضالات اليمنيين المتراكمة أو الحركة الوطنية المتراكمة منذ أكثر من 1200 سنة، منذ عبد الله العنسي إلى علي بن الفضل إلى النجمان بن سعيد الحميري إلى أبو الحسن الهمداني، كل هؤلاء هما شكلوا تراكم تاريخي للثورات اليمنية التاريخية. وخصوصا أنه اليمن تعرض، الإنسان اليمني تعرض لعمليتين أساسيتين وهي السحق الاجتماعي حتى أنه صار يشعر بالدونية وعدم مجاراته أو مساواته لهذه السلالة الغازية المستوطنة لليمن، والجانب الثاني وهو التغييب والتجهيل لذاته وهويته الوطنية التاريخية، حتى أنهم صاروا هذه السلالة الغازية المستوطنة تشكل رمزية الدولة، وصارت الدولة تنتمي لهم وتسمي باسمهم كما في عادة الدولة المتوكلية. لم تسمى اليمن إلا من بعد ثورة 26 سبتمبر، فكان قبل ثورة 26 سبتمبر تسمى بالمملكة المتوكلية الهاشمي، وكان قبلها الدولة القاسمية، وكان قبل الدولة القاسمية بالدولة دولة بشرف الدين، وكذلك حاول الدولة الأيوبية نسبة إلى الأيوبيين. فالحقبة الوحيدة التي تكتسب هوية الدولة اليمنية أو الهوية الحضارية اليمنيين هي من بعد ثورة 26 سبتمبر، وكانت مرحلة فاصلة هي هذه المرحلة التي أكسبت الإنسان اليمني وإن كان في هامش يسير لتحقيق الوعي اليمني، رغم محاولة الإماميين من داخل المنظومة الجمهورية على طمس هوية الإنسان اليمني. فلم نكن نعرف عن نشوان بن سعيد الحميري، ولم نكن نعرف شيء عن علي بن الفضل، سوى إنه كان غاصب ومغتصب للفتيات وكان يأتوه بالعذارة، بالرغم إنه في أحد الروايات تقول إنه اغتصب أكثر من 3000 فتاة عذراء في قبلة الجامع حتى سالت الدماء حق البكارات إلى ساحة المسجد أو إلى البركة. هذا الشيء الذي شوهوا فيها الرموز اليمني شيء لابد من إعادة تصحيحه، وعلينا أن نعيد للرموز اليمني اعتبارها، بالرغم أن علي بن الفضل هو من هزم يحيى بن الحسين الرسي على مشارف صنعاء وأرسلوا له من يقتله غيلة في صنعاء. إذن هناك كل الرموز اليمني تعرضت للتشويه التاريخي، حتى الفقيه سعيد الذي لقب بالأخير بسعيد اليهودي هناك عملية تشويه للرموز التاريخي، فماذا نعرف عن هذا ولا؟ إذن علينا أن نعيد التصحيح لرموزنا التاريخي ابتداء من عبد الله العنسي ثم بعلي بن الفضل ثم بأبو الحسن الهمداني ثم بنشوان بن سعيد الحميري ثم بالفقيه سعيد ثم بعلي ناصر القردعي ثم باللقوي والعلفي والثلاية وأخيرا بالزبيري وعلي عبد المغني. كل هذه الرموز كان يطلق كل من كان يعارض النظام الإمامي يطلق عليه أما يهودي أو يطلقوها عليه حد الردة وإنه كافر ومرتد، كما يحاول الآن أن يطلقوها على حركة الأقيال، بينما حركة الأقيال هي عبارة عن حراك فكري وثقافي وتاريخي أراد أن يعيد الإنسان اليمني إلى وجدانه وإلى جذوره التاريخية والحضارية الممتدة إلى أكثر من 5000 سنة. أما بالنسبة للديانات اليمنية فالديانات اليمنية كانت ديانات سماوية، وأول ديانة سماوية كانت في اليمن، وأول من لقبوا من يعني دعوا إلى حتى أنهم قال المعذرة يعني بسبب الكلام المتواصل لم أستطيع أن أتكلم، حتى أنه يعني أول إله ذو رحمن ذو سماوي كان في اليمن. فكل الديانات حتى ديانة الإسلام وطقوس الحج، لو نأتي ونقرأ النقوش المسندية سنجد أنه طقوس الحج كانت ممتدة من طقوس الحج التي كانت تقام إلى معبد المكة. إذن هنا إعادة الاعتبار لرموزنا التاريخية ومحاولة إعادة الناس إلى هويتهم وإلى جذورهم الحضارية لابد من العودة إلى تاريخنا اليمني القديم والاعتزاز بذاتنا وهويتنا وحضارتنا. فكانت أول حضارة في التاريخ، أول حضارة إنسانية،
فكانت أول حضارة إنسانية في التاريخ هي حضارة سبأ، فكل الحضارات كانت تأتي من أجل قيام فرد، فالفراعنة أقاموا حضارتهم وبنوا الأهرام من أجل أن يقبر فيه أو يدفن فيه شخص الفرعون، بينما نحن في اليمن بنينا ست من أجل يعيش شعب وليس من أجل شخص واحد. شكرا شكرا يا باش مهندس. هذا كي يعرف العالم نحن أصحاب حضارة ونحن أصحاب قيم. نعم، حتى القوانين التجارية وقوانين البيع والشراء كانت موجودة في النقوش المسندية إلى يوم هذا. وشكرا جزيلا لكم لن أطيل ولكم خالص. شكرا شكرا. يعني الروح الوطنية، أنا يعني أكاد ألمس الروح الوطنية في كلام، يعني في كلامك يا باش مهندس وفي كلام الجميع هنا. فعلا نحن الآن أمام مرحلة نكون أو لا نكون. وأنا أضيف أنه ليس فقط الهوية أو رموزنا القديمة، نحن جرد حتى رموزنا الحديثة المعاصرة. من يعرف عبد الله جزيلان؟ من يعرف أحمد الرحومي؟ أنا لا أذهب إلى 1200 سنة أو إلى 1400 سنة، لا، أذهب إلى رموزنا الحديثة، إلى الدكتور عبد الرحمن البيضاني. الدكتور عبد الرحمن البيضاني مات كمدا. أنا أذهب للطيار عبد الرحيم علي. من يعرف عبد الرحيم علي؟ لا أحد يعرفه. تعرف أنه هذا الطيار كان ينقل الأسلحة فوق الطيارة من مصر لليمن؟ لا أحد يعرفه. أول طيار يمني، أول طيار على الإطلاق، أول طيار يمني اسمه عبد الرحيم علي، هذا كان ينقل الأسلحة التهريب من مصر إلى اليمن. من يعرف؟ إحنا لم تجرد يعني رموزنا القديمة، اللي إحنا الآن رموزنا الحديثة المعاصرة. يعني مات الدكتور عبد الرحمن البيضاني مقهور، وأنا رجعت أقرأ رياح التغيير في اليمن يعني لأحمد الشامي، وهو يعني ينزل عليه بشراسة، وأيضا يشوه رموزنا بيت الأقوع. بيت الأقوع وهم يعني من كتبوا يعني أهم الكتابات في تاريخ اليمن، ومن يقرأ مقدمة مؤلفي أعلى مؤلفية زيدية للسلالي القذر عبد السلام الوجيه يلاحظ التجني على بيت الأقوع. أنا الآن أعود للأستاذ الدكتور عادل الشجاع. دكتور عادل، بعد أن سمعت هذه الروح الوطنية، احنا ليش منتظرين يا دكتورة؟ من انتم؟ لحظة، داخل ولا يعني حصر على تقديم اصحاب الشهائد والمشهورين؟ لحظة، هذه لحظة، من انت؟ خليني اول شيء ارجع للدكتور ثم اعود اليك، ارجع للدكتور عادل ثم اعود اليك. اكتب لي اسمك لو سمحت. تفضل يا دكتور عادل، كيف ممكن ان نلم مشعث هويتنا الوطنية؟ وكما قالوا الاصدقاء، نحن لا نتجنى على احد. إذا كان هو ليس لا يعترف بنا نحن، ليس يعني الآن يروح لعندهم مهندس يمني ابن فلان يقول لك لا مش أنت مننا، ما نزوجكش، ولا حدثت طلاقات، يعني تكون قد تزوجت المرأة ومعها منها أطفال، حدثت طلاقات. يعني الآن من اللي يجرف الهوية الوطنية؟ وعلى فكرة اليمنيين تخلوا على الدكتور عبد الرحمن البيضاني واتهموا بأنه طائفي. الرجل لم يكن طائفيا، الرجل كان عنده بعد نظر فقط. تفضل يا دكتور عادل. نعم، من الواضح ما طرحه الأخ عادل والأخ حافظ يدل دلالة واضحة على الروح الثورية التي تستعيد الهوية اليمنية. وبطبيعة الحال أي هوية هي لا تنمحي، ولكنها ربما تتوارى وتعود إلى الخلف نتيجة لأن الناس يعيشون هذه الهوية كسلوك وفعل، ولكنها تظهر وقت الأزمات حينما نجد جماعة مغلقة على نفسها تعمل أو تحاول أن تعمل على تجاوز الهوية أو طمسها، وهذا ما هو حاصل في الوقت الراهن حينما حاولت جماعة الحوثي أن تنغلق على نفسها. بطبيعة الحال وكما هو معروف، الجماعة ذات البعد الواحد هي التي تعمل على تزييف الهوية وتزييف وعي أفرادها، وهذا ما حاولت أن تقوم به السلالية عبر أكثر من 1200 سنة في اليمن، لأنها كانت ترى أن وجود الهوية أو استمرارها سيعمل على إلغاء هذا التمايز الذي تريد من خلاله أن تتمايز به على اليمنيين وتقدم نفسها
كطبقة سادة في وسط طبقة عبيد. فدائما مثل هذه الجماعات المغلقة تحاول أن تقصي الهوية، والهوية هي جاية في أساسها من الهو والأنا، فهي تريد أن تلغي الهو المتمثل بالشعب اليمني لكي تؤكد وجود الأنا المغلقة على ذاتها. الهوية هي التي تميز دائما بين نحن وهم، وهو تمييز في طبيعة الحال قائم على الاختلاف، وهي لا تريد هذا الاختلاف لأنها تدعو إلى سيادتها على حساب اليمنيين، فإذا هي لا تريد الاختلاف حولها بقدر ما تريد محو المختلف معها. ودائما هذه الجماعات المغلقة والمنغلقة على نفسها تحاول أن تزيف الفكر، وهذا ما تحدث عنه الأخ عادل الأحمدي مطولا، كيف حاولت هذه الجماعات أن تزيف التاريخ، كيف حاولت أن تمحو التاريخ، كيف حاولت أيضا أن تشوه الشخصيات اليمنية ذات الحضور السياسي والحضور الاجتماعي. وقد عرج على ذلك أيضا الأخ حافظ مطير حينما تحدث عن كيف قامت هذه الجماعة بتشويه علي بن الفضل، وألفت الكتب المتعددة حوله. وللأسف الشديد نحن استجبنا لهذا التشويه، وكثير منا حتى وإن كانوا من النخب إلا أنهم للأسف الشديد انجروا وراء مثل هذه الأفكار السطحية دون التعمق ودون العمق في التاريخ اليمني. الأخ عادل تفضل مشكورا وقال بأننا حتى ونحن ما قبل الديانات كان اليمني حينما يعبد الإله لم يكن كالجاهلي القرشي الذي كان يصنع إلهه من التمر حتى إذا جاع أكله، أو أنه ينحته من الحجارة ثم يخر ساجدا. لا، كان اليمني حينما يريد أن يعبد إله لأنه يعتز بذاته ويعتز بنفسه، وهو لا يريد أن يطأطئ رأسه إلى الأرض، كان يعبد الشمس والقمر لكي يظل رأسه شامخا إلى السماء ولا يحنيه إلى الأرض. فإذا بهم يريدون أن تنحني هامات اليمنيين اليوم تحت أقدامهم لكي يكونوا عبيدا عند هذه الجماعة. فإذا هذه الهوية هي موجودة وممتدة، لم تلغى ولكنها توارت، لأن اليمنيين استرخوا واعتقدوا بأن هذا التعدد أو هذا المنتج المتعدد من الهوية الواحدة يمكن أن يكون عامل مشترك لجميع اليمنيين. لكن هذا العرق الوافد من خارج اليمن والذي لا يؤمن باليمنية ولا يعتز بوجودها بالفعل أراد أن يلغي هذه الهوية لأنها تؤذي، لأنها لا تعترف بوجوده، ولأنها تقصيه في الأساس، فأراد أن يزيل هذه الهوية. اليوم الشعب اليمني جميعه يلتف حول هذه الهوية وبدأ يستعيد رموزه التاريخية لكي يجعلها زادا وجسرا ينطلق من خلاله لاستعادة هويته التي يراد لها أن تطمس، وحاشا وكلا هوية كالهوية اليمنية الضاربة في أعماق التاريخ لآلاف السنين أن تمحى بجرة قلم أو أن تمحى بهذا الزيف. أنا لن أطيل لكي أترك الفرصة للأخوة الذين ينتظرون دورهم في الحديث. أنا سأضيف نقطة واحدة، شكرا دكتور عادل على ما تفضلت به، سأضيف نقطة واحدة هو نقطة الضعف اليمنية. نقطة اليمنيين نقطة ضعفهم الدين، هذه نقطة ضعف قوية جدا. ولذلك عندما كان يريد الإمام مثلا أن يقضي على حركة الأحرار اليمنيين كان يتهمهم بأنهم يريدوا أن يختصروا القرآن، وكان يسميهم بالمدسترين، بمعنى أنه يعني يستخدم الدين أيضا لقتل الحركة الوطنية، وهذا ما يحدث الآن، هو استخدام الدين من أجل يعني كبح الحركة الهوية الوطنية. الآن أترك الكلام لزميلي وصديقي الدكتور نجيب العميسي
والدكتور نجيب العميسي هو دكتور في الحوكمة من ألمانيا، وزميلنا في المركز الألماني اليمني للسلام والتنمية. تفضل يا دكتور نجيب. أنا مساء الخير كلا باسمه وصفته. لو سمحت أسامة، أخ أسامة الشوكاني لو سمحت أطلق الميكروفون. أنا كنت أرد على الذي قال الشيء يتكلم، ممكن يتفضل بس ولم أحضر شيئا، ولكن أشكر كل الحاضرين باسمه وصورته. أشكر الدكتور عادل، أشكر الأخ حافظ، الأستاذ عادل الأحمدي، أشكركم جميعا. ولي مداخلة بسيطة، وهي أنه يجب أن احنا نعرف المشكلة الآن والصراع القائم، هل هو مذهبي، هل هو سياسي، هل هو، وما نلاحظ أن هناك مشكلة، وهي مشكلة العرقية لدى الجماعة، اللي هي ادعاء الأفضلية والسوبر ميسي يسموها. فهم يدعون الأفضلية لعرقهم ولانتمائهم للنبي عبر فاطمة وعبر محمد، ومن هذا المنطلق ينتج لهم لهذا أفضليات. والأفضلية الأولى هي أفضلية سياسية، بأن الحكم محصور بالبطنين من الحسن والحسين فقط. ثم أفضلية اقتصادية تتمثل في سن قوانين الخمس وما الخمس، وكانوا ناويين يشرعوه لولا أنه كان هناك ضجة وكذا، فالمرحلة لا توائم معهم، ولو يمكن مع الوقت يمكن يشرعوه ويمشي يقننوه، وهو قرار وليس قانون، ولكنهم كانوا يسنوه يعني. ثم أفضلية اجتماعية، هذه ثلاث أفضليات. أفضلية اجتماعية تتمثل في كونهم هم السادة ونحن القبائل، ثم نشروا فكرة الحلاق والجزار والعبد والسيد، وهذه المسميات التي تخلق فجوة مجتمعية بيننا، ثم نظل نتناحر وهم السادة والبقية عبيد وجزارين وكذا، مع أنها مهن تحترم يعني بجوارنا بالأردن وبالحلاق بكل فخر يقول أنا حلاق ويمارس مهنته ومدخل، وهم طالبين الله على أنفسهم، لكن إحنا هم خلقوا هذه من أجل التمزيقنا يعني. أيضا مشكلة هذه العرقية وإدعاء الأفضلية هي لعنة أو هي خطيئة، وهي أنا أسميها الخطيئة الكبرى أو الخطيئة الأصلية في اليمن، لأنه لكل صراع بالعالم هناك خطيئة. فالخطيئة في أمريكا مثلا هي كانت العبودية، ثم الخطيئة في القرن الأفريقي هي كانت التمييز العنصري زي ما هو الآن حاصل عندنا، لأنه في تمييز عنصري عندنا. ثم خطيئة الشرق الأوسط هي خطيئة الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الصراع الدائم هذا. ثم خطيئة أوروبا الذي دمرت أوروبا هي خطيئة الاستعمار، أنهم كان يتنافسوا فيما بينهم للاستحواذ، مسألة الاستحواذ، وهذه دمرت أوروبا كامل. فنحن الآن في اليمن يجب أن نعرف هم المذهب الزيدي، يعني هم دائما زي ما قالت الدكتورة وتفضلوا الشباب، هم دائما يأتوا لنا من يعرفوا من أين تأكل الكتف، يأتوا من المجال الذي اليمنيين هم ضعاف في مجال، وهو مجال الدين، فيدخلوا لنا من 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 جهة الدين، ثم ماذا يقولوا لنا؟ إنه نحن أصحاب الحق الإلهي في الحكم دون غيرهم، بحجة أنه انتماءهم للحسن والحسين أو الإمامة. فهو ليس مذهب، ما له لا علاقة بالدين ولا حاجة. الزيدية هي حركة سياسية عرقية، لكي نشخص المشكلة، هي عرقية تدعي الأفضلية العرق وتستخدم الدين كمحلل أو هذا ما أردت أن أقوله، وشكرا لكم، بس يعني عشان نعطي المجال للبقية. شكرا جزيلا. شكراً. أنا أعطي الآن للدكتور محمد الآنسي، فليتفضل. مساء الخير جميعا، فرصة سعيدة دكتور عادل الشجاع، نلتقي ونتصافح عبر الشاشات الصغيرة. لكل الزملاء الحاضرين كانوا في ألمانيا أو بعيدين، همنا واحد والوجع واحد الآن الواحد. شكرا لصديقتي الغالية دكتورة أروى. إضافة بسيطة حبيت أضيفها، طبعا من عنوان الحلقة الهوية بين الثابت والمتحول.
أحب أوضح أنه الثابت هي اليمن، الثابت هي اليمن، وما دونها هو متحول. جميع الديانات أتت هي متغيرات ومتحول بالنسبة على اليمن، اليهودية والمسيحية والإسلام، الأيديولوجيات الحديثة من الحزبية وغيرها، هذه دائما هذه كانت هي الأشياء المتغيرة. أما اليمن فهي هي ثابت، هي الثابت التي لا تغير، وهي الجغرافيا والتاريخ التي لا يمكن أن نتجاوزها، ولا يمكن لأي إنسان أو أي حضارة إنسانية في هذا الكوكب أن تتجاوز شيء اسمه اليمن، التاريخ والحضارة. هذا جانب. الجانب الآخر، من المستفيد من طمس الهوية اليمنية؟ من المستفيد من إذلال الهوية اليمنية وإذلال الإنسان اليمني أو الانتقاص منه؟ عندنا عدوين في الحقيقة، هذا تشخيصي. عدو داخلي وهو ما يسمى بالاستيطان الهاشمي إذا صح التعبير كما وصفه الدكتور علي البكالي، وعندي الدول المحيطة باليمن وهي دويلات طارئة كالمملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات، دولة الإمارات هذه هي دول طارئة تريد أن تظهر في المنطقة بشكل أن لها تاريخ ولها حضارة طبعا، ولا يمكن أنها تظهر بهذا الشكل إلا إذا أنهت شيء اسمه الهوية اليمنية، إذلال الإنسان اليمني، تجويع الإنسان اليمني، حتى لا يتذكر تاريخه، حتى لا يتذكر ماضيه وأصوله وعراقته التي ينطلق منها. وهذا الذي هو حقيقة يخيفهم، أنه اليمن أو الإنسان اليمني يملك قاعدة، يملك قاعدة يستطيع من خلالها أن يبني دولة، أن يستعيد، لأنه لديه حضارة، لديه مقومات الدولة أساساً، لديها الإمكانيات، لديها العامل إذا صح التعبير استطيع أقول العامل الجيني والعامل الوراثي، لولا أنه تعرض على مدى فترة طويلة من الزمن 1200 سنة بحكم الخرافة التي أتوا بها إلى اليمن والحق الإلهي، وظلوا يضربوا بها على رؤوس اليمنيين حتى كدنا أن نصاب بالذاكرة من كثرة الطرق على رؤوسنا، كدنا أن نصاب بالذاكرة يعني أن ننسى هويتنا حقيقة بشكل كبير. سؤالي للدكتور أيضا للدكتور عادل، بحكم نشاطه وموقعه في الجانب السياسي والجانب الحزبي، نحن أحوج ما يكون الآن حقيقة إلى توحيد الصفوف والسيوف، هي بالحقيقة توحيد الصفوف والسيوف، وأصبح هناك حالة من عدم الثقة ما بين الأحزاب السياسية، وكلنا نعلم طبيعة الصراع الحاصل تحديدا بين الحزبين اللي هما كانوا الرائدين في اليمن، حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح. كيف يمكن أن تتوحد الصفوف؟ هل بتصورك أن الكوبية اليمنية هي الجامع الأمثل لكل هذه القوى شمالا وجنوبا؟ هي الحضارة، هي حضارة الشمال والجنوب، هي حضارة اليمن، هي تاريخ اليمن، هي واحدة. أنا هذا بس، هذا كان تعقيبي وهذا سؤالي للدكتور عادل. شكرا. شكرا كثيرا. أنا سأترك المجال للدكتور عادل للإجابة، بس أولاً لابد من معادلة القوى النسائية. أين الدكتورة العزيزة، الدكتورة الغالية الوطنية، الوطنية العظيمة نادين الماوري؟ يا حيا نادين الماوري هي من تضرب المثل الأعلى للوطنية، ويعني هي مدرسة، أصبحت مدرسة وتخلت عن اسمها القديم لتصبح نادين العظيمة. أنا سعيدة بوجودها وبتشريفها هنا، وأترك الكلام لها. تفضلي يا دكتورة. أصدقاءكم مساء حميري سبائي تبعي، يعني عاد في أحلى من هذه الحضارات الجميلة التي نتفاخر بها. مساء جميل لكل الأعزاء الأصدقاء الموجودين معك، ولكل ما يحملونه من فكر، وهو فكر أصيل متأصل في حياتنا اليمنية، إلا أنه جاءت بعض الوقت وبعض الظروف التي استدعت إن الناس ينسوا هويتهم اليمنية ويبدأوا يدخلوا في البزنس، شغل، تجارة، نسوا الجانب الفكري والثقافي وبدأوا يدخلوا تاجر وموظف. هذه هي كارثة النخب عندما يكون لديهم ازدواجية. نحن من ضيعنا حضارتنا، نحن من فقدنا هويتنا،
نحن من تركنا للآخرين أن يسحبونا كما يريدوا، نحن اللي تركنا لشوية الرعاع لمجتمع قريش أن يتغلغل بيننا دون أن نكون نحن واعيين لهذه الظروف التي مرينا بها خلال قرون. وبالتالي 58 عاماً ركزنا فيها على البناء العمراني لبعض المسؤولين ولبعض اللصوص ولبعض الناهبين، وهؤلاء هم من أجبروا المجتمع خلال 58 عام أن حتى أن يطمسوا الرموز الجمهورية. الجمهوريين أنفسهم، يعني تصوري أنت بدل أن يموت هذا الذي هو البطل المناضل السبتمبري، يعني بعض ضباط الثورة أنا عرفتهم ووالدي عرفهم وكلنا عرفناهم ماتوا لم يجدوا حتى قيمة كفن، بينما هم من دحروا الإمامة، من أسقطوا النظام الإمامي. فبالتالي نحن سبب العلة، نحن من أنفسنا، ويجب علينا أن نتدارك هذا، ويجب أن نقول لهم كفوا عننا، نحن فخرنا هي الهوية اليمنية، فخرنا قوميتنا اليمنية. لماذا تفتخرون ببني هاشم بعلي وبفاطمة ونحن لا نفتخر بحضارتنا؟ من حقنا نحن كيمنيين أن نفتخر كما نشاء، أن نتغنى بحياتنا وبتاريخنا وبحضارتنا وبكل ما نملك. علينا أن نكون نحن ذو ثقة، نعلم أولادنا من الصغر، من النعومة أظافرهم، بأن الهوية اليمنية هي الجامع للشعب اليمني. من أراد أن يذوب في هذه الهوية فليتفضل، ومن أراد أن يتمسك بهويته العصبية السلالية الضيقة فعليه مغادرة اليمن فليذهب إلى مجتمع قريش. لا مجال بعد اليوم للتهاون، لا مجال بعد اليوم أن نداهن فلان أو ننافق من أجل فلان. هم أجاؤوا وحملوا معهم مشروع مدمر، مشروع غبي، مشروع أنا أستطيع أن أقول عليه تجريف. يعني هذا المجتمع جاء القرشي، جاء اليمن يحمل معه بذرة الشر، ولم يأتي وهو يحمل لنا مثلا ثقافة فيها التسامح أو ثقافة فيها حضارة أو ثقافة يحمل معه يضيف للمجتمع اليمني إنسانيته. نحن الشعب اليمني إنساني، الشعب اليمني عفوي، الشعب اليمني فيه بذرة الخير. ذاب في مجتمع قريش كفكر، وعلينا نحن كنخب اليوم أن نستعيد هذا الفكر. استعادة الفكر هذا هو استعادة الهوية واستعادة يمنيتنا. فبالتالي أنا أعتقد أن أنا كنت حضرت بعض الشيء بالنسبة لطمس هوية الجمهورية. هذه كانت يعني من خلال طبعا لاحظت، يعني الجميع لاحظ المراكز الصيفية لتجنيد الطلبة والتطهير الوظيفي، أنا أسميها تطهير. إذا كان هناك تطهير عرقي فهناك اليوم في اليمن نستطيع نقول عند سلطة الأمر الواقع هو تطهير وظيفي. طبعا الحوثة يرموا إلى طمس الهوية اليمنية، استهدف اولا الى الرموز الجمهوريه. صعدت الجماعه هذه بسلوكها الطائفي لصبغ المجتمع بالافكار الايرانيه. طبعا ليس حبا فينا، ولكن هم بيمارسوا يعني معتقداتهم، لانهم هم بالاساس، انا لا يهمني ان كان يقول عن نفسه من ما كان بني هاشم او كذا، انا عن نفسي لدي قناعه بانهم بقايا فارس في اليمن. فبالتالي هم اندماجهم مع ايران واستخدام السلوك الطائفي والصبغ المجتمع بالافكار الايرانيه، هذه هي معتقدهم وهذا هو خطابهم الملغم بالأحقاد التاريخية للشعب اليمني. أيضا يعني أخضعوا المجتمع بالاستعلاء بفكرة الاصطفاء الإلهي. هذه الأشياء لن تمر بسلام ولن تترك كما يريدوا، ولكن أيضا هناك أطلقوا يعني لو لاحظت بالنسبة للمدارس وبالنسبة للمستشفيات وبالنسبة للجوامع، هو استبدال الأسماء من أسماء الرموز الجمهورية إلى أسماء أخرى،
يعني من مدرسة رابعة إلى مدرسة فاطمة، من مدرسة جمال جميل إلى مدرسة كذا، من مستشفى العلفي إلى جامع الوالد، أنزل اللوحة جامع والدي سماه جامع النصر عندما صلى في أول جامع في حيفا، صلى هناك سنة 48 49. فيعني نذر لله إذا يعني عاد إلى بلده سيبني جامعا ويسميه جامع النصر، ينزلوا اليافطة هذه ويسموها جامع أنصار الله. ما معنى ذلك؟ هذا تحدي، تحدي لمجتمع بأسره، تحدي لرموز الثورة، تحدي لرموز الجمهورية. مستشفى العلفي يغير في الحديدة، وهكذا هذه المجموعة جاءت بأفكار وجاءت بأحقاد تاريخية لم تأتي لأجل مصلحة اليمن. ويجب على الشعب اليمني أن يعلم أن هذه الشرذمة، هذه الطائفة الشريرة التي قدمت من إيران منذ قرون لا زالت تعمل لصالح إيران. ولا ما معناها الديلمي يكون سفيرا في إيران؟ أليس الديلمي من ديلم إيران؟ أم أنه من ديلم شعب بني أبي طالب؟ هكا غريبة يعني، هل هو من شعب بني أبي طالب؟ هو ليس من شعب بني أبي طالب، هم صبغوا على أنفسهم صبغة بني هاشم وصبغة آل البيت، فليكونوا، لا يهمنا، يكون من ما كانوا. نحن اليوم أمام تطهير وتجريف للوظيفة العامة، تطهير لرموز الجمهورية، تطهير للكتب اليمنية ولل يعني مناهج، المناهج كلها ملقمة اليوم بما هو مخزي ومزري، أن يكون هناك مناهج طائفية يعلم الطفل من صف أول ابتدائي بمناهج طائفية. هذه لا يقبل بها لا حقوق الإنسان ولا الأمم المتحدة. ولا أدري لماذا الكل صامت والكل ساكت والكل يتفرج، وكأننا نحن من نعاني من هذا. هو حيجي لكم، يعني الحدود بيننا وبينكم حاجة قريبة جدا، والمسألة مسألة وقت. فلماذا هذا السكوت؟ لماذا هذا الصمت العالمي تجاه اليمن؟ أنا أقول لكل المفكرين في العالم العربي ولكل هذا، كونوا قدوة مثل ما كان الدكتور سيد مصطفى سالم. السيد مصطفى سالم عاش بيننا من السبعينات، وكان واحد منا حتى أجوا لينتقموا. شوف الأحقاد التاريخية تبعهم، كان حقدهم لماذا يكتب عن الإمام يحيى ولماذا يكتب عن الاحتلال العثماني وكيف تصرف الإمام يحيى. طبعا أنا رافقت الدكتور سيد مصطفى سالم في الجامعة من الثمانينات، وكان صديق زوجي، وكان زوجي هو في التاريخ ياريت يعني مرة من المرات يكون في حلقة معايا، يعني يكون بإذن الله، هذا إن شاء الله بإذن الله. كان مرجعا لكثير من الأخوة المصريين سواء كانوا دكاترة جامعة أو زائرين، فكان يستقي معلوماته من المخطوطات. كانت المخطوطات يعني كان يعني باحثا، أفنى حياته كله في البحث، وكتب كتبا ما لم يكتبه أي مؤرخ يمني. فتحية إجلال له، ونقول رحمة الله عليه، فقد كان أستاذنا، وكان يعني من الذي قلبه على اليمن، وكان قيلا، كان قيل يمني قبل أن يكون أي قيل يمني من تلك الأيام. نحن نقول رحمة الله عليه، ولعن الله من نهب شقته ومن عبث بممتلكاته ومن حاول أن يعبث بتلك الكتب. ولكن أنا حسب ما قابلته قبل 6 أشهر في القاهرة هنا، يعني كانت لقاء يعني معاه، وكان قبل 2 سنين كان متألم، وكان إن ليس من أجل أن راتبه انقطع ولا كان يهمه حكاية الراتب. طبعا هذا حاجة يعني للأسف الشديد يعني شيء مخزي وعار على حكومتنا الشرعية وغير الشرعية أن يتفرجوا على اليمني وكل اليمنيين، إنه الجوع والمرض والقهر والباطل والعصابة والميليشيا موجودة في داخل بلدنا. كان يئن لليمني، لم يذكر لي أي شيء عن نفسه، لم يتكلم بكلمة عن نفسه، تكلم عن وضع اليمنيين. قال أنا حزين جدا، بيكلم زوجي ويقول له أنا حزين جدا لما آلت إليه اليمن، لقد عادت غبار الإمامة، عادت غبار الإمامة. لم يقول عادت الإمامة، فبالتالي نحن نقول لن يعود الإمامة طالما هناك أحرار في الساحة، وطالما هناك نخب في الساحة لن يعودوا.
عاد الغبار، هذا غبارهم فقط، أما لو يعودوا بأنفسهم كما عاد أجدادهم فهي كارثة. وإن شاء الله بإذن الله نحن لهذه المرحلة والمرحلة القادمة نعلم أجيالنا ونعلم أولادنا من هم الرموز الجمهورية وكيف حرروا اليمن من تلك الشرذمة الشريرة في اليمن. شكرا لكم. شكرا يا دكتورة. شكرا يا دكتورة. شكرا. ويعني انهيتها يعني بحديث عن أستاذنا العظيم الجليل الجيل اليمني، وطبعا أنا لا أنسى يعني وقوفه إلى جانبنا، وأنا أجزم أني تعلمت حتى في ألمانيا، لم أكتب الدكتورة إلا بما علمني بها الدكتور سيد، لم أتعلم كثير. أنا جئت إلى ألمانيا وكنت يعني علاقتي كانت الدكتور سيد هو الذي علمني كيف أكتب، كيف أبحث، كيف يعني أصير إنسانة يعني جيدة تنقد تعرف تتكلم. كان أبا وكان معلما وكان وطنيا، ولابد أن نعمل شيء من أجل الدكتور. لابد أسرته من أن... حتى زوجته وأولاده تربوا في اليمن وعاشوا في اليمن معه وكأنهم معنا. زوجته الفاضلة نادية هذه كانت أم. نعم هذه كانت أسرة من أعظم الأسر، كانت أسرة من يعني للأسف محبين لليمن، نحن مقصرين للأمانة، نحن مقصرين معهم وأنا مدينة ومدانة لهم بصراحة يعني. وأنا يعني لازالت أنا يعني مقهورة إن أنا ما زرته من خلال الستة الأشهر وما كنت علمت إن هو مرض، ولكن دوامة الحياة أخذتنا. مشاكلنا إحنا مشاكلنا كثيرة في الغربة، إحنا أصبحنا أيضا يعني هناك مشاغل جرفتنا في وضعنا وحياتنا وأولادنا وأحفادنا. ومشاكل اليمن أخذتنا أيضا ومشاكل اليمن. شكرا يا دكتورة، ألف شكر لك. أنا أترك الآن للمكرب لأنه في معنا شخص جيل يماني اسم المكرب، فأنا أتمنى أن المكرب يأخذ الميكروفون ويعني يدلي بدلوة ويعني نستفيد منه أيضا. تفضل يا أخي العزيز. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا. تحياتي لك وللدكتورة عدل الشجاع والبقية الأخوة. تحية لك ولوجودك معنا ويعني صبرك علينا. تحية لك. لا. تحية كبيرة. لا عادي، لم يستفزني إلا الدكتور أحمد المصري. لا الدكتور أحمد المصري إنسان لا تعرف الدكتور، هذا من أطيب ومن أكثر الناس وطنية. الوطنية الوطنية يا دكتورة ليست بالشهائد وليست بالشهائد وإنما دولا وعملا. أنت لا تعرف الدكتور أحمد يا مكرم، الدكتور أحمد هذا من أكثر الناس وطنية، ليس بالشهائد وليس بالعلم، بهم كلهم بالشهائد وبالعلم وبالعمل وبالاجتهاد وبقلبه هو يعني، وهو يعني محق. وأنا أقول إحنا هنا هناك وجهة يا دكتورة، هنا قضية واحدة. تفضل. أنا أقصد إنه قضيتنا واحدة، ما هو مجال يعني إن إحنا نتحاور أو نتردد أو نعم تفضل يا مكرم. الله يعطيك العافية، كمل. على العموم ما ندخلش في الديالكت، ولكن كان المفروض بقى قبل ما يتكلم يعني لو تكلمنا من جانب علمي يعرف ان الهويه ايش تعريف الهويه هي الخصوصيه التاريخيه والحضاريه التي تميز مجموعه من الافراد بتحسسهم بالانتماء للوطن، هي المواطنه، وهو الان بين فيها بكل سهوله وكانها ما دخلت في الموضوع. نعرف ان الشعب لا يموت الا بموت هويته، هذا من جانب. أما من جانب آخر القضية اليمنية الآن هي بتخذ من جانب التراكم جذوري سابق، أبادوا الحضارة من أول ما دخلوا الوطن، أبادوا الحضارة، أبادوا التاريخ، أبادوا كل شيء، وهذا كله أدى لتراكم الآن بيؤدي إلى إبادة الإنسان. بعد الإبادة الفكرية تحدث الإبادة إبادة الإنسان. وهناك ما قال الشاعر الألماني الرشهينة عندما يقدمون على حرق الفكر فسيؤول الأمر بهم لحرق البشر، ونحن من بعد الثورة الآن هم يحرقوا بيدمروا حضارتنا تدمير كامل ممنهج، جماعة استيطانية ما بتشعرش بالوطنية والانتماء لهذا الوطن، ويأتي من بني جلدتنا من يدافع عنهم وينصب نفسه وكيلا عنهم ويتهم الأجيال ما فيهم المرحوم عبهلة رحمه الله أنهم دين قريش في الأصل، دين قريش في الأصل ليس لنا وليس قضيتنا، هذا من جانب.
تفضل يا أستاذ محمد. الحديث هو وجهة نظر أولاً، ولا يجب أن نحاكم الناس على وجهات النظر. عفواً أنا ما أعرف الدكتور أحمد، لكن أنا أقيم الحديث يا ابني الله يحفظك. حماس مطلوب. أنا لا أقصده، لا أقصده، لا أقصده يا أستاذ محمد. أنا سامحكم الدكتور عادل عادل الشجاع، أتمنى أنكم تتيحوا للدكتور عادل فرصة الإجابة عن السؤال، أتمنى إذا ما قد نسيش السؤال أساساً يعني. عادل أنا متأكدة الدكتور عادل ما نسيش، لكن لازم نسمع الآخرين. تفضل يا لا أنا أقصد أنه ما نشخصنش ولا نذكر اسم أي واحد من الزملاء، يعني كل واحد يقول وجهة نظره خلاص، لأنه ما يقول لا يقول شخصنة المواضيع. الدكتور أحمد شخص صرام وهو قيل يمني، ما أنكرنا هذا الكلام، لك رأيك رأيك بدون ما تشير لحد ولا نذكر. لا 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 لا، الإشارة ليست من كلامي في الأخير، الإشارة مش الدكتور أحمد. المهم أنا صحيح صحيح أنا أعرف أنه بالأخير كان أنت تقصد أنه في ناس نصبوا أنفسهم بدون قصد أو كذا. على العموم الدكتور عادل يا أستاذ يا دكتور أحمد. تفضل يا دكتور نجيب، تفضل يا مكرم. على العموم بالنسبة للقضية الآن اليمنية بسبب عدم وجود الهوية، نحتاج إلى هوية يلتف حولها اليمنيين. الآن هجومهم على المدن اليمنية هجوم على ما تمثل هذا المدن من تعايش حضاري ضمن أسرة عرقية أصيلة واحدة في المدن، وكما قال الصحفي روبرتيسك أنهم يقتلون الموتى كما يقتلون الأحياء. اليوم يزوروا التاريخ، اليوم يزوروا المنهج الدراسي، الجرائم لا تعد ولا تحصى. صح. ما بسبب غياب قوى وطنية وبسبب الشرعية التي نصبت نفسها علينا. 4 سنوات الآن دخلنا ضمن صراع دولي، الجزيرة السقطرة، باب المندب، ابتدوا بسنافير وتيران علشان يخلوها ممر دولي لإسرائيل، يفتحوا البحر الأحمر من الجانب الشرقي، والآن من الجانب اليمن أخذوا سقطرة. عموماً لن ينتهوا لن ينتهوا لن ينتهوا إلا بمشروع قومي، لأنه في الأخير سيكون في حل سياسي أو حل عسكري يردهم للسلطة زي ما ردتهم 26 سبتمبر للسلطة، وسيلتفون عليها وسيكونوا أصحاب المال. بعد الانتهاء منهم سيكونوا أصحاب المال لأنهم هم بالدولة الآن، جميع الأموال معهم، سيكونوا رجال أعمال. تفضل يا سورة. شكرا شكرا للمداخلة الجميلة. وطبعا أنا فقط يعني أود أن أقول أنه فعلا نحن نحتاج إلى هوية جامعة، هوية. طبعا هناك أنا سأترك الكلمة فيما بعد للدكتور عادل، ولكن أنا أود فقط أن أضيف كلمة أنه نحن فعلا نريد أن نوحد صفوفنا. الآن نحن في مرحلة نكون أو لا نكون، هناك استعداء واضح لكل شيء يمس التاريخ اليمني. أنا يعني من زملائنا وأصدقائنا يعني اللي كانوا في الفيسبوك، الدكتور يعني إسماعيل أو اسمه عبد السلام الكبسي يقول لك بلقيس مش يمنية. على أي أساس يقول بلقيس مش يمنية؟ من اللي خولك؟ أنت لا أنت عالم ولا لك دخل في البحث الآثار ولا يعني. عندنا البروفيسور مولر كان يعني أبحاثه من الدنيا، وهو اللي قال هذه أرض سبا وأرض بلقيس وحمير. على العموم هم فعلا، وطبعا أنتم ستلاحظوا، أنا سأشير نقطة واحدة، ستلاحظوا أن الجماعة الدينية كلها تخرب الآثار وتدمرها وتبيعها سواء في اليمن أو في العراق. تعرفوا ليش؟ لأنهم يودوا أن يقولوا، لأنهم يوصموها بالجاهلية، يريدوا أن تبدأ نقطة الحضارة من الإسلام. لذلك حصل يعني تدمير شامل للتماثيل وللآثار في العراق وفي أفغانستان وأيضا في اليمن، ويتم تدميرها بعناية لإنهاء الفترة التي قبل الإسلام التي كان فيها فعلا حضارة. وأنا تكلمت أكثر من مرة والدكتور أحمد موجود أيضا، ويعني تكلمت، لا يوجد جاهلية قبل الإسلام، لا يوجد جاهلية، الجاهلية جاءت بعد الإسلام ومع الإسلام، لا يوجد جاهلية. وأنا مسؤولة عن كلامي هذا. العرب أهل حضارة في السند وعفوا في مصر الفراعنة وفي جنوب الجزيرة العربية، حضارة وادي النيل، حضارة العراق، ونحن درسناها. ما كانش عندنا وعد البنات، ما كانش عندنا في اليمن وعد البنات، الجاهلية جاءت على أصحاب مكة. إحنا كان الملكات، جاهلية أصحاب مكة ومجتمع قريش فقط. إحنا عندنا كان الملكات يا دكتورة، كان عندنا أيوة، فبالتالي لا ينطبق الجاهلية على الجميع.
أيوة المهم يعني أتمنى الآن أنه نسمع إجابة الدكتور عادل، وقد تأخرنا عليه كثير. تفضل يا دكتور عادل إذا عادك ذاكر السؤال. أنا شاكر شاكر للأخ محمد السؤال. الحقيقة أنه هذه الحلقة المصغرة نستطيع أن نقيس عليها أن هناك حلقة كبيرة على مستوى اليمن تجري مثل هذه النقاشات طبعا. والعلاقة اليوم بين ليست بين المؤتمر والإصلاح فحسب، وإنما تتجاوز هذين الحزبين الكبيرين إلى بقية الأحزاب وإلى المستقلين. وقد توصل كثير من الجماعات المختلفة التي شكلت نفسها سواء في الداخل أو في الخارج إلى اتفاق إن شاء الله سوف نسمع عنه قريبا بظهور مشروع موحد لجميع اليمنيين، مشروع مقاوم على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري والاقتصادي. وهذا المشروع يرفض وجود الإمامة في الشمال والاحتلال في الجنوب، ويقوم أيضا على استعادة القرار اليمني واستعادة الدولة اليمنية بوصفها عضو في الأمم المتحدة، ويطالب بأن تكون اليمن تبني مصالحها مع العالم وفق المصالح المشروعة التي شرعها المجتمع الدولي. ولا أظن بأنكم أيضا أنتم بعيدين عن مثل هذا الحراك الذي يجري في هذه الأيام، والذي وحد كثير من الحراكات من ضمنها الحراك الموجود عندكم في المانيا. بالكثير خلال الشهرين القادمين أجزم بأنه ستكون هناك حركة سياسية عسكرية قد تشكلت وأكتمل بناؤها لتعلن عن نفسها كمشروع وطني جامع لكل اليمنيين يقوم على الجمهورية كحامل سياسي لمشروع الثورة اليمنية، ثورة سبتمبر وأكتوبر. وهذا المشروع في اعتقادي سيكون له نجاح كبير جدا، لأنه ينطلق من هذه الهوية اليمنية الخالصة، الهوية اليمنية الجامعة لكل اليمنيين، لا يقصي أحد، ولكنه لا يدفع إلا بأولئك الذين يقصون أنفسهم بعيدا عن الهوية اليمنية الخالصة. شكرا. الله بالخير. هذا كلام جميل، لكن طبعا نخشى فعلا أنه نحن نتمنى أنهم يتوحدوا حقيقة، لكن المشكلة أنه كلما اقتربوا ابتعدوا، كلما تقدموا خطوة عادوا إلى الوراء 10 خطوات، وهذا الذي بيفشلنا. نحن الآن 6 سنوات، ولاحظوا معنا بعد 6 سنوات أصبح معنا باذان جديد في صنعاء، يعني من ضمن الهوية هو فعلا التجريف الغير عادي. عندما يأتي بسفير إيراني ويصبح هو الحاكم مثل بريمر، ويصبح لدينا باذان في القرن 21، يعني نحن نشعر بالخجل. هو حاربنا من أجل السيادة، كان يقول السيادة، ثم جاء بسفير من لا نعلم من أين، وكيف تواطأ المجتمع الدولي، كيف دخل هذا الرجل إلى اليمن، بأي وسيلة مواصلات دخل، وكيف تواطأت الأمم المتحدة. وأنا أتكلم لأنه إحنا أيضا نعيش أزمة كثيرة، فشلنا، فشلت منظماتنا. لماذا العالم يتواطأ مع الحوثي؟ سؤال لازم إحنا نجيب عليه الآن. يعني إحنا الآن تكلمنا عن الهوية، تكلمنا عن حقنا في المواطنة، تكلمنا عن حقنا في الحياة الكريمة، وقلنا أنه هم يعني إحنا لا نريد أن يعني أن نموتهم، إحنا شعب مسالم، إحنا يعني هم يقولوا إحنا مكون اجتماعي، ولم يرفضهم أحد، ولم يقصيهم أحد، ولم يهمشهم أحد، ولم يعني نتعنصر عليهم، لم يتعنصر عليهم اليمني. الآن يأتوا ببادان من إيران ويصبح ويصرفوا عليه أموال ضخمة ليحتفلوا بواحد مجرم دولي، يعني يعلقوا له صور بمئات الآلاف. وواحد اليوم كتب تعليق إنهم يعني صرفوا 100 مليون ريال يمني من أجل الاحتفالات بسليماني، بينما اليمنيين يموتوا جوع،
وبينما منظماتهم الدولية تشحت بأطفال اليمنيين الجوعة، التلفزيونات الأوروبية كلها يعني صور اليمنيين بيشحتوا من أجلهم، ثم تصل ولا وصل لحد، ما وصلش لأي بيت، تصل للحوثي ثم يوظفها الحوثي لكرامات إيران. إيش من وساخة، يعني عيب يندى له جبين البشرية. يعني الآن إحنا بنتكلم عن كرامتنا، الرجل مسح بكرامتنا الأرض حقيقة. يعني والمشكلة أنا أقولها بكل صدق، المشكلة هو نحن تفرقت أيدي سباء. وطبعا حتى القرآن يعني قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني وبعدين الله ما قصر يعني والله توظيف، يمكن توظيف في بعض الحاجات ما حد داري، يعني هذه توظيف تطهير للهوية اليمنية بشكل عجيب اليوم. غير عادي، المدارس غيروا أسماءها، المستشفيات والمرافق العامة تم تغيير هويتها، يعني ما بقيش إلا بعد فترة يغيروا. ولكني أنا انتصرت لهويتي فغيرت اسمي. صح، أنت صراحة ما عاد أنا غيرت اسمي وانتصرت لهم. صراحة أنت لن أسكت. يقول لي خديجة زوجة الرسول، على عيني وراسي زوجة الرسول، لكن في الأخير هي قرشية وأنا لا أريد الاسم القرشي، أريد اسمي اليمني أن يثبت على. أيوة، غيروا أسماءكم، أخلصوا جلدكم من مجتمع قريش. ما حد يعني، أنت تعرفي في أوروبا الواحد يعني يحق له أن يأخذ 3 أسماء في الجواز السفر وليس اسم واحد. فأنا هأخذ اسمي يمني ويمني ويمني، بلقيس ونادين وشمس وكيفما كان، يعني لن أبدل ولن أغير بمجتمع قريش. هنا لازم يتغير. صح، ما صح. لم يتغير العقل لن يتغير شيء. هم يجلس يذكرك حتى من لما تولدي بمجتمعهم. هذا طبعا يجب أن نرفضه أولا وقبل كل شيء. يجب أن نسيت أن يعني أقول شيء. أنا يعني قرأت مقطع جميل جدا في كتاب الطريق نحو الحرية للعزي السنيدار، العزي صالح السنيدار. ويعني في هذا المقطع كان حوار بين محمود نديم آخر حاكم عثماني وبين واحد من الهاشميين، وبعدين هذا لي الهاشمي يقول محمود نديم شوف والله إننا سنحكمهم حتى يتمنوا عودة الأتراك. وقال له كيف، قال كيف حتقدر تخليهم تحكمهم ونحن بقواتنا وبسلاحنا ما قدرناش، هل معاكم سلاح أخطر من حقنا؟ قال له إيكنجي، قال له إيكنجي برنجي، المهم 3 يعني أول وثاني وثالثا، وحكى لها القصة بالضبط وكيف سوف يجعل اليمنيين يعني يدينون لهم بالعبودية. وفعلا ما حصل هذه الأيام وما حصل الآن هو نفس التطبيق. وأنا سأضع لكم الصفحة فيما بعد، أنا كنت صورت الصفحة ولكن للأسف كانت الصورة باهتة جدا، ولكن سأحاول أبحث عن الكتاب مرة ثانية وأصور الصفحة وأضعها في صفحتي وسأخبركم متى يعني. وطبعا هذه فعلا تجريف، كيف يتم تجريف الهوية. الدكتور أحمد المصري لو سمحت يا دكتور تفضل ويعني بالحديث ولك الميكروفون، تفضل. شكرا دكتورة أروى. والله حبيت أعلق بس تعليق أخير لأنه ذكر اسمي أكثر من مرة. فبداية يعني زي ما يقولوا بشرك الله بكل خير دكتور عادل، هذا الخبر الجميل. أتمنى وأرجو، والتمني هو الشيء المستحيل، ولكن أقول أرجو أن يرى النور فعلا هذا المشروع، المشروع الوطني اللي تكلمت وأشرت إليه، بوجود مشروع وطني جامع لكل القوى والتيارات والفصائل اليمنية متحدة حول مشروع وطني جامع. نتمنى أو أرجو أن يرى هذا النور في أقرب وجه. صراحة استمعت للخطب الحماسية الرائعة من الأخ حافظ والدكتور عادل أحمدي، كلام جميل يعني بينم عن روح وطنية وحماس يعني كبير، ولكن ما لاحظت وجود خلط كبير جدا في المعلومات التاريخية وغير ذلك. ولا يعني ربما من الحماس وحصل الخلط لا توجد مشكلة، ولا أحب أن أعلق على كل نقطة يعني
أشاروا إليها، ولكن يا إخوان ما أحببت أن أقوله، وكان بداية حديثي موجهة بصفة عامة حول مسألة اختيار الشخصية الرمزية للهوية الوطنية أو للهوية القومية. لا أحتاج من يعلمني أو يشرح لي ما معنى الهوية وما معنى كذا، ولا أريد أن أعلق على أحد صراحة، هذا ما ليس أسلوبي. أنا أشرت وقلت أنا أتكلم عن شيء كمؤرخ وإنسان درس ولدي معلومات أن هذا المشروع، أن موضوع القحطانية أو نقول الأجيال، مشروع الأجيال ثم مشروع تسمية العبهلة والعباهلة، هذا المشروع ليس جديد، هذا المشروع وهذه الأفكار هذه نتجت وهذه موجودة كانت في 62. أنا أحببت أن أقدم لكم تجربة يا أخوان، إذا لم تستفيدوا من تجارب التاريخ لا قيمة للتاريخ، استفيدوا، هذه نوع من باب النصائح، لكم حرية الرأي، لا تنتقدوا كلامي ثم توجهوا لي التهم وتزعوا صكوك الوطنية، هذا الكلام هذا يعني في لكم خصبكم في رؤوسكم أنتم، وزعوا لمنشأة ولستم حاجة يعني لهذا الصكوك هذه منكم. أنا أقدم لكم شيء، أنا أقدم ما هي المعلومات اللي عندي، أنا أتكلم بأن هذا الموضوع ظهر في 62 إلى 68 إلى 67 خلال المسألة الحرب الأهلية في اليمن بعد قيام الثورة، وظهرت هذه التيارات والتشكيلات الأجيال والعباهلة، وهذا الشيء كان موجود ومون، أنا أقول لكم مون ومثبت في كتاب الدكتور إسماعيل قحطان، أشار إلى هذا الموضوع، أشار إلى هذا الموضوع كتابه عن القومية، الحركة القومية العربية في اليمن، أشار إلى هذا الموضوع وأشار إلى الموضوع العبهلة وكيف كانت مونتها المخابرات السعودية، هذا الكلام يعني في إشارات واضحة في الكتاب وأشار إليه، أشار إليه بشكل واضح، علينا الاستفادة، يعني أظهروا الناس بأنهم يريدوا يعيدوا الناس، لأنه بيخاطب مجتمع يمني، مجتمع بسيط، مجتمع متدين، خاطبوا بعاطفة عندما يجرك إلى 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 إلى, إلى فخ، أنا أقول إلى فخ يسقطك فيه ثم يبدأ يلمعك بهذا الشيء، وأعتقد أن هذه الأمور ستتضح فيما بعد، يعني أنا أحببت أن أضع وجهة النظر هذه، وكانت لك أنت الحرية الأخذ بها أو رفضها، هذا شأن يخصك أنت لا يخصني أنا، إذا كنت يعني مصمم على هذا الشيء. إخوان الكرام يعني أنا أحييكم يعني صراحة، وأقول يعني المسألة تحتاج إلى وضع معايير، يعني تعريف من نحن، ماذا نريد وكيف نحقق الهدف، إذا فعلاً تم تحديد هذه الثلاثة الأشياء بشكل دقيق ومن أجل تحقيقها ستحققون الهدف التي من أجله يعني تبنى فكرة معينة، وغير ذلك يبقى هو نوع من التخبط يعني لا أكثر ولا أقل. حقيقة الدكتورة أروى على الحلقات هذه، أنا أشبهها بحلقات يعني أقرب إلى العصف الذهني يعني، وهذا شيء جميل يعني، وأشد على يدك يعني في هذا المسار. وحي أيضا كل من حضر من الأخوة اللي يعرفهم الدكتور نجيب العميسي، حياك الله وأشكر على مداخلتك وتداخل يعني للتوضيح، حفظك الله الدكتور، يعني أنا ممنون لك، وفي نهاية المداخلة استودعكم الله، وشكر الجزيل لكل من حضر يعني حلقة اليوم، وفي نهاية الأمر يعني المواضيع هذه لابد ما يكون في نوع من سعة الصدر وتقبل الآخر، يعني إذا كنا إحنا الآن في اليمن نعاني من هذه المشكلة، يعني أنا أستغرب إنه يعني كأن إحنا نعالج الجريح أو الإنسان المريض بمشرط ملوث أو أدوات ملوثة، فهذا سينهي. علينا الآن أن يعني يكون لنا نوع من التطلع للمستقبل، كيف يعني فعلا نخرج باليمن من هذا الأزمة، نحن في وضع مأساوي، في الأخير والله سنجلس جميعا على طاولة الحوار وسيجلس الجميع، علينا فعلا لملمة الجراح الآن وليس يعني فتحة أكثر وأكثر، والانتقال إلى 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 مستقبل أفضل أو إلى مرحلة أفضل، نوع من خلق نوع من الاستقرار، العودة، نحن نعاني في الغربة والله العظيم، من هذا إذا كان في هذه الحلقة يعني شيء، يعني هو روعتكم بحضوركم والشيء والخبر الرائع اللي سمعته من الدكتور عادل الشجاع في نهاية الحلقة، فهذا اللي كنا نبحث عنه
عن وجود مشروع وطني فعلا وقيادة وطنية يعني تتحمل مسؤوليتها لإخراج اليمن من هذا الصراع المر اللي بنعيشه ودفعنا ثمنا غاليا، ندفع يوميا ثمن هذا الشيء. تحية للدكتورة أروى، تحية لضيفك الكريم الدكتور عادل الشجاع، تحية لكل من حضر سواء من مدح أو قدح. ولنا لقاء إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة دكتورة أروى، وسعيد أن يكون ضيف يعني في قناتك هذه قناة المجدة. تحياتي، شكرا جزيلا دكتورة. ما فيش صوت يا دكتورة، ما فيش صوت، يبدو أنت مغلق المايك. شكرا شكرا، أنا جالسك لي ساعة بنشكرك. شكرا يا دكتور، شكرا لوجودك وحضورك، وطبعا سعدنا بوجودك ونعرف جميعا، وخاصة أنا حرصك على كل شيء على اليمن، حرصك على استعادة الجمهورية، حرصك على عدم تفتيت يعني الهوية، أنا أعرف تماما وكلنا نعرف ونقدر وجهة نظرك ونقدر يعني كلنا نعرف يعني أي ماذا تعني بكلامك، وكلنا أنا بالذات يعني أعرف مدى وطنيتك يا دكتور أحمد. شكرا لوجودك ونتمنى وجودك المستمر معنا. الآن في معنا واحد، الأخ جهاد. جهاد أنا أيوه تفضل يا أخ جهاد، صح؟ يعني نطقت الاسم صح؟ هل في أخ اسم؟ نعم يا دكتورة، نعم بس انشغلت شوية. تفضل. لا بس عندي استفسار بسيط، نحن هل نبحث عن الهوية في صدد بناء دولة، أم نبحث عن الهوية مجرد دراسة أكاديمية؟ لا يعني سؤال لمن؟ السؤال لمن؟ السؤال للجميع، نحن شبعنا محاضرات وشبعنا دراسات وأكاديمية، درسنا دراسة عن الدين، دراسة عن التاريخ، دراسة، لن نخرج إلى طريق طالما نحن نخلص الدراسة الأكاديمية في ظل بناء دولة. الشعب يئن، الناس تئن، أنا لا أريد أن أعرف من هو الأحق، من هو الشخصية التاريخية الحقيقة الصحيحة أو الغلط في ظل بناء دولة. الشعوب من كل الفئات، من كل مرجعية تاريخية عايشة، لا، لماذا أريد أن أثبت عن الحق وهو الغلط؟ ليش؟ لماذا؟ نحن نبحث لماذا، ليس لماذا هو ليس أنا، هذه مشكلتنا، نريد نثبت العكس دائما. نحن في صدد بناء دولة، لا نريد هذا كله، نحن نريد نبني دولة. أما الدراسة هذه الأكاديمية والدراسة في المرجعية الدينية، هذا لها مجال آخر، مجال أكاديمي، أو ممكن في مرحلة لاحقة عندما تبنى الدولة بعيد عن كل المرجعيات، هل نبحث، نحن نبحث عن دولة مدنية، هذا صح ولا لا؟ دائما نتكلم عن دولة مدنية، لماذا أثبت؟ أريد أن دائما هذه ملازمة الزعيم، دائما أوجد زعيم لي أو فئة أو قبيلة أو تاريخ معين وأثبته وأثبته أنه هو الصح. نحن 20 نفر الآن في هذه المداخلات، ما اتفقناش من الصح من الغلط، ما اتفقناش يا جهاد، من اللي قال؟ كل واحد له رأي وله فكرة معينة. يا متفق، أنا ما أعتقدش أنه ما اتفقناش إطلاقا، يعني هذا يعني أنا أود أنك تكمل كلامك علشان يعني أسمح للآخرين بالرد، ولكن أنا اللي أقصده نحن في صدد بناء دولة، بحثنا عن الدولة المدنية، لماذا نبحث في، لماذا نخوض في التاريخ وعن الهوية؟ هل طيب. من باب الاستئناس؟ هل من باب الاستئناس؟ لا بأس، خلاص فهمنا سؤالك، اسمح لنا الآن نرد. أنا من باب الاستئناس لا بأس، إذا كنا بنبحث عن الهوية من باب الاستئناس هذا الحق للجميع، إنما من باب إن إحنا بناء الدولة نتحدث عن الدين الحقيقي، نتحدث عن الهوية الحقيقية، لن نوصل ولن نوصل، يعني عشرات السنين ونحن دائما في البحوث هذه، العالم تعدى هذه المرحلة، وضعوها في مجالة أكاديمية بحتة، وبنوا دولتهم أيا كان فكرك، أيا كان خلفيتك، أيا كان. أنا خاصة في اليمن الآن كل يأين، ونحن نبحث من الحق، من صاحب الفكر الحقيقي، من صاحب الشخصية الحقيقية، من صاحب، من عمل في التاريخ كذا، ومن عمل، يعني احنا لن نخرج الى طريق كذا. شكرا يا جهاد. انا فهمت يعني ثورتك.
أنا أقول يعني أنا اسمحوا لي أنا أرد بشكل مختصر ثم أترك المجال لمن يريد أن يرد أو يعني نجمع الأسئلة وفي الأخير يعني بشكل نأخذ كل واحد دقيقتين يرد، ما رأيكم؟ كلام سليم. خلاص إذا من يريد أن يتحدث الآن؟ لدي يد مرفوعة واحدة، من الذي يريد أن يتحدث؟ نعم، هل تسمحي لي؟ طبعا يا دكتورة تفضلي. خلاص يلا إذا نحن في وقت الرد على يعني طبعاً. هو طبعا الأخ جهاد تطرق إلى شيء مهم جدا، وأنا بشكر الأخ جهاد إن هو تطرق إلى ما هو هاجس أكبر يعني في المرحلة القادمة. هذا الهاجس هو هاجس الجميع بالتأكيد يعني، وأعتقد إنه يجب أن تعلم إنه هناك مشروع الحوار الوطني. هذا المشروع يعني كان على وشك بناء الدولة مدنية حضارية يعني متفق عليها من جميع الأحزاب أو من جميع النخب التي شاركت، فبالتالي هاجسك هو في كيف يكون هناك دولة مدنية. الدولة المدنية نحن جربنا كل، أعتقد في اليمن من جربنا كل أنواع الدول سواء كانت الاستبدادية التي مرت أو كذا، ولكن الدولة المدنية التي يكون فيها مفهوم المواطنة ومفهوم زي ما تقول عملية الحقوق المدنية، وهذه كلها أمر مفروغ منها أخ جهاد. نحن الآن في الفتنة الكبرى، الفتنة التي هي مزقت المجتمع المدني ومزقت النسيج ومزقت الفكر ومزقت الدين، حتى الدين تمزق في عهد الحوثنة وحوثنة الوظيفة وحوثنة الحياة الفكرية بشكل عام. نحن يجب أولا نتكئ على أساس قوي وهو الهوية اليمنية. إذا ما اتكأنا حنظل نعمل نفس حكاية النظام الجمهوري، قام على إنشاء مؤسسات عبارة عن شوية حجر وشوية ناس داخلها. يجب أن يكون هناك عندنا النظام الجمهوري بمبادئها الستة، يجب أن يكون عندنا مخرجات الحوار الوطني، ويجب فوق هذا جميعا أن يكون لدينا هوية يمنية قوية لا تتزحزح. هذا هو الأساس. نعم بس على السريع كذا، يعني إحنا 30 سنة في عهد النظام السابق وقبلها عشرات السنين نظريا على الأقل في الفترة الأخيرة، نحن علي عبد الله صالح يتكلم لا شللية لا عنصرية، لا 100 خطاب يقوله على الكل يعني متفق بين النخب بين العامة متفق، لكن على الواقع ما فيش، مهما اتفقنا على شيء وما فيش نية للعمل والبناء على الأرض ما فيش فائدة. حتى النخب بيتكلم لك الهوية اليمنية وبيجيب لك إثبات تاريخي ونحن متفقين، كلام سليم بس شكراً. إذا ما بيش بنا كلام فاضي. إذا شكراً كثيراً. أنا يعني أنا سعيدة بكلامك، ولكن أود أن أقولك أنه 50 سنة من عمر الشعوب لا شيء. نحن بدأنا من تحت الصفر يا جهاد. نحن في 1962 اليمني ما كانش يعرف شكل الملعقة، كان العالم قد صعد إلى الفضاء، كان العالم قد يعني بنى القطارات وبنى الطائرات، واليمني ما يعرف شكل الملعقة لأن الهاشمية السياسية أغلقت الحدود وعزلت اليمن. وكما قال الدكتور عادل في البداية، الأرض المنسية، وحتى باللغة الألمانية اسمها فرقسنة لاند، الأرض المنسية. والآن اليمن هي فرقسنة لاند فرقسنة كريك، الأرض المنسية والحرب المنسية. نحن منسيين، نحن يعني العالم يتغاضى عنا يتركنا يعني. وفعلا احنا بالنسبة للهوية نحن لأن زي المسبحة هي تلمنا زي الخيط، زي خيط المسبحة. المسبحة عبارة عن وحدات، كل وحدة لوحدها. إذا انفرط عقد المسبحة أو الخيط، الهوية هي الخيط اللي بيجمعنا كلنا علشان نكون مكون واحد، له هيئة واحدة، شكل واحد، يتعاون فيما بينه لكي يكون دولة. بدون هوية لا نستطيع أن نعمل شيء، وبدون هوية يعني بسبب ضعف الهوية استطاع الحوثي أنه يسقط الدولة، يسقط الجمهورية. هذه سبب ضعف الهوية وفقدانها. أنا أترك الآن الكلام معي، يمكن الدكتور محمد الآنسي كان عاوز يتكلم. تفضل يا دكتور محمد.
أترك الكلام للدكتور عادل الشجاع. نعم، هو الحديث عن الدولة وبناء الدولة، يعني بعيدا، يعني هذه الدولة أين سنبنيها، على أي أرض سنبنيها، على أي مرجعية سنبنيها. هوية الشيء هي ثوابته، وأي دولة لها ثوابتها، ومن ثوابتها هو ثابت الهوية. يعني الأمريكي لا يستطيع أن يكون هناك أمريكي وروسي بنفس الوقت، يعني المرجعية الأمريكية. نحن إذا لم تكون المرجعية هي المرجعية اليمنية، بالتالي هذا هو الصراع القائم اليوم. هناك من يريد أن يشدنا إلى إيران ويجعل التجربة الإيرانية هي التجربة التي ينبغي أن تحكم الآخرين، وهذا هو تقريبا الذي يؤدي إلى الصراع. إذا لم نفهم هويتنا وأهمية هذه الهوية، فإننا لن نستطيع أن نبني هذه الدولة. الهوية ليست اليوم ليست بحث، ولا الذين تحدثوا اليوم هم باحثين يريدون أن يوصلوا للهوية. الهوية ليست وجهة نظر أيضا، الهوية هي ثابتة لدى أي مواطن في أي بلد. أي بلد المواطن هو ينتمي لهوية هذا البلد وينطلق منها، وهي تعزز قيمه ومبادئه، وتعزز وجوده أيضا، وتعزز وجوده تجاه الآخر. وبالتالي الهوية في تعريفها المبسط، بعيدا عن التعريفات البحثية والفلسفية، الهوية هي الهو والأنا، وبالتالي التعامل بين الهو الآخر والأنا، وهذا التعدد الذي يؤدي إلى التوحد. الحوثي لم يقبل بهذه الهوية، وبالتالي خلق لنا مشكلة وانفصام وانفصال أدى إلى هذه الحرب، لأن هناك رفض لهذه الهوية الجامعة لليمنيين ككل. وباعتقادي أنه لا نستطيع أن نبني دولة ما لم نكون مؤمنين بهويتنا ومرجعيتنا أولا التي نبني عليها هذه الدولة. الدولة هي مجموعة مؤسسات. والحديث عن الدولة المدنية، يعتقدون الناس أن الدولة المدنية هذه لها مؤسسات مختلفة. الدولة المدنية هي التي ترتبط بالسجل المدني الذي يحدد الوفيات، ويحدد الذين يولدون ويرتبطون بهذا السجل المدني دون أن يكون هناك إغفال، ثم يربط هذه المؤسسات جميعها بهذا السجل القانوني الذي أيضا يربط الناس جميعا، فتسمى دولة مدنية. وهذا هو الذي يفرق بين دولة مدنية ودولة لا مدنية. لكن كل الدول تقوم على هذه المرجعيات المعززة بالثابت الأهم، وهو ثابت الهوية الوطنية. شكرا كثيرا. أعتقد أنه يعني الآن قد قضينا ساعتين، وكانت من أجمل الساعات يعني قضيناها مع بعض. تكلمنا في مواضيع متعددة ومتداخلة. لا أدري إن كان الأستاذ عادل الأحمدي أيضا موجود ويريد أن يقول كلمة أخيرة. أستاذ عادل، أعتقد أن الأستاذ عادل قد خرج. إذن اسمحوا لي أن أشكركم جميعا، وأن يعني أمتن لوجودكم. وفعلا نحن نريد هدف واحد ونركز عليه، وهو أولا توحيد الهوية اليمنية الوطنية الجامعة، هذا أولا. ثانيا أن نحاول أن نقلل الهوة، من أجل الهوية لابد أن نقلل الهوة بين الأحزاب السياسية. هناك هوة تتسع يوما بعد يوم، المؤتمر أصبح 3 مؤتمرات، الأخوان المسلمين أيضا انشقوا عن بعضهم البعض. هناك التيار الصقور، هناك تيار الحمائم، هناك النيو ليبرالي أيضا. لذلك علينا أن يعني ربما تكون هذه الانقسامات وقتية، ولكن يجب علينا أن نسرع في لم يعني شتاتنا، وتوحيد يعني توحيد خطانا، وتوحيد هدفنا. لابد أن نستعيد الجمهورية. الجمهورية هي الهوية الأولى والأخيرة. اليمن بلا جمهورية، طبعا ليس جمهورية لأنه في جمهورية حق حوثيين أو جمهورية إيران، لا نريد جمهورية إيران، لا نريد جمهورية حوثي، لا نريد ملكية، نحن نريد جمهورية يمنية اتحادية، مواطنة فيها مواطنة متساوية، فيها دولة يعني أسياء ما لله لله وما لقيصر لقيصر، دولة علمانية. أنا أقولها بكل صدق بكل وضوح، بعضهم يسميها مدنية، بعضهم يسميها أسماء أخرى، ولكن شخصيا أنا أقول نحن نريد
أن نستعيد الجمهورية ولن نستعيدها إلا بتضافر الجميع، بتضافر النخب وبتضافر المواطنين، وأيضا الصبر، يجب علينا الصبر. المهمة صعبة والمهمة ليست يسيرة، والأعداء أقوياء ولديهم، وهم يفكروا الشعب، أنا نسيت أن أقول هم يفكروا الشعب تفكيرا ممنهجا حتى يسهل حكمه، وهم يأتوا للشعب من الجهة العاطفية، جهة الدين. ولذلك أنا أتفهم مشاعر الدكتور أحمد ومشاعر الكثير الذين يقولوا ابتعدوا عن بعض الأشخاص أو بعض الشخصيات لأن المجتمع، وأنا أتفهم وكثير من اليمنيين يتفهموا هذا الشيء، ولكن اليمنيين جربوا الآن تجربة الحكم الديني كله، يوجد تجريب للحكم الإمامي في الشمال، الحكم الإخواني في تعز، الحكم السلفي في عدن، اليمنيين أتيحت لهم فرصة يجربوا الحكم الديني ويعني ويطعموه كما هو، هذا هو الحكم الذي كانوا متخيل، الحكم الذي كان موجود الوردي الذي رسموه لهم، وهم الآن يجربوه في أرض الواقع، وهذا أعتقد هي خطوة باتجاه المستقبل. شكرا لكم. المستقبل هو للدولة المدنية، للدولة العلمانية، للدولة الحرة، للحريات، وسيكون هذا ليس قريبا ولكن على المدى الطويل. تصبحوا على خير، وأتمنى لكم يوما سعيدا، وسأكون سعيدة أن تحضروا متى ما توفر لديكم الوقت وتسعفونا بأفكاركم العظيمة، وتصبحوا على خير وإلى اللقاء. شكرا.